بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة جديدة من الأهلي الليلة. النهاردة الحلقة أو كما هي العادة مقسمة لثلاث فقرات. الفقرة الأولى هكون مع الأخبار، وفقرتنا الحوارية الأولى بعد الأخبار هتكون مع الكابتن محمود صالح نجم النادي الأهلي ورئيس لجنة اكتشاف المواهب في النادي الأهلي. الفقرة الثالثة هتكون مع الزميل المتميز محمد سعيد، وهيكون معاه الأستاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كورة. بكرة عيد الحب، وعيد الحب بيجي في كل الدنيا يوم واحد، لكن عيد الحب بيجي للأهلوية كل أسبوع على الأقل مرة، لأن عيد الحب عند الأهلوية هو يوم ما يشوف الأهلي وهو بيلعب مباراة. ده عيد الحب عند الأهلوية. في نقاشاتي دايماً مع جماهير الأهلوية إزاي بيقابلوا أو بيستنوا المباراة بتاعتهم، يعني مثلاً على سبيل المثال بكرة يوم أجازة، يوم الجمعة يوم أجازة، هتستنى ماتشك إزاي؟ في ناس بتستنى الماتش من قبلها بيوم، طب يوم الجمعة ده هتعمل فيه إيه؟ في ناس بتيجي على العصر كده تقول ياه ده الماتش لسه بالليل، هنعمل فيه ايه؟ في ناس بتنام عشان الماتش يجي بسرعه من حبهم وعشقهم للنادي الاهلي. هو ده عيد حب الاهلاويه عشان بيستنوا مباراه النادي الاهلي. في ناس كده كتير، كل واحد فينا له طقوس، عشان كده لازم تعرف انك بتحب حب عظيم هو النادي الاهلي. واحنا لسه بنتكلم عن مباراه بكره، وهي المباراه الاهم. ده الجانب المهم او الحلو بكره في مباراه النادي الاهلي، لكن في جانب يعني الصحف والمواقع كلها هتلاقي 70% من الاخبار بيتكلم عن مباراه القمه، وكان مفيش مباراه للنادي الاهلي بكره مع المصري. وده خطا كبير جدا، قد يكون خطا مهني، قد يكون مباراه الاهلي والزمالك مباراه مهمه بالفعل، لكن برضو النادي الاهلي لازم ما يقعش في الخطا ده. وبالفعل الجهاز الفني عقد اكتر من لقاء مع اللعيبه، واتكلم مع افراد على انفراد واجتماعات عشان مباراه المصري. ليه بقى؟ لان مباراه المصري صحيح النادي الاهلي ماشي بشكل كويس جدا في الدوري، 42 نقطه ما شاء الله ما شاء الله نمسك الخشب، لكن اي تعثر نتيجه لانك انت بتفكر في الخطوه اللي بعد كده دي هتخليك تخش الماتشات بعد كده وانت متوتر، اي تعثر لا قدر الله، لانه دايما في الكوره الفوز بيجيب فوز، والتعادل دايما بيبقى في اي اخفاق بقى، سواء تعادل او هزيمه بيجي وراه غالبا اخفاق، فدايما الفوز بيجر فوز بعديه بيجر فوز بعديه، ودي من اهم الحاجات اللي يتنبه ليها الجهاز الفني عشان المباراه القادمه. مباراه المصري لا تقل باي حال من الاحوال عن المباريات القادمه، سواء مباراه الاهلي والزمالك اللي في السوبر، ثم مباراه الاهلي والزمالك في يوم 24 في الدوري ان شاء الله اذا اقيمت يعني. فكل خطوه انه ما ينفعش تطلع الخطوه اللي بعدها قبل الخطوه الاولى، لو طلعت الخطوه اللي بعدها هتقع. فده شيء تنبه ليه الجهاز الفني للمباراه وعشان المباراه المصري. الجهاز الفني دايما بيأكد ان اي اهم هدف له في الوقت الحالي هو مباراة المصري، ما ينفعش اعدي خطوة، ودايما بيتكلم مع اللعيبة حول هذا الموضوع. النهاردة كان التمرين الختامي قبل السفر عشان الدخول في معسكر مغلق، وبعدها والنهاردة اعلن الجهاز الفني القائمة بتاعت الفريق اللي هتخش مباراة المصري. كان في حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي، مصطفى شوبير، خط الدفاع محمود متولي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، احمد الشيخ، احمد فتحي، جيرالدو، محمد هاني، وليد سليمان خط المنتصف، وليد سليمان، محمد مجدي قفشه، حسين الشحات، اليو ديانج. واليو ديانج ده دلوقتي تسمع اسمه تحس براحه، يعني تحس ان هو الحته الجوانيه في القلب، واحنا كده بنتكلم على عيد الحب وايام الحب، ماسك الملعب ما شاء الله الفتره دي. وعمرو السوليه، محمود عبد المنعم كهربا، ومروان محسن خط الهجوم، مروان محسن واليو بادجي وجونيور اجايه. بعض الاخبار بتقول ان مروان محسن جدد مع الفريق، في اخبار كده بتخليك يعني بتحاول تطلع الفريق من تركيزه. كل الاخبار دي دايما لازم ما تقراهاش وتعلمه، يعني ما تسمعوش اي حاجه عن اي حاجه غير لما يخرج من قناه الاهلي او الموقع الرسمي للنادي الاهلي.
النهارده التمرين في بعض اللاعبين عمل رمضان صبحي كمان عايز اكلمكم عليه، لانه رمضان صبحي شارك في جزء من التدريب، جزء من التدريب قبل ما يكون مغلق كان موجود مع الفريق، وده بيبشر ان شاء الله ان احنا ممكن نشوف رمضان صبحي في مباراه السوبر. النهارده كمان الكابتن محمود الخطيب حضر التدريب في بدايته عشان يشد من أزر اللعيبة ويتكلم معهم عن أهمية الفترة المقبلة اللي بتشهد مباريات غاية في الأهمية، المصري بكرة ثم مباراة السوبر يوم 20، وعايز أقول لكم والأهلي النادي الأهلي هيسافر يوم الاثنين اللي جاي يوم 17 للإمارات عشان مباراة السوبر يوم 20، وبعدها على طول بأربع أيام مباراة النادي الأهلي في الدوري العام. لازم اقول لكم حاجه مهمه جدا كمان، انه مباراه المصري دي تعتبر من المباريات المؤجله للنادي الاهلي، الفوز بيها مهم عشان هيرفع وهيوسع الفجوه بينه وبين اقرب منافسيه ل 15 نقطه، 15 نقطه ما بينه وما بين اقرب المنافسين. عشان نشوف الأخبار من داخل النادي الأهلي وللمزيد من التفاصيل معانا زميلنا كريم أحمد. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك الزميل العزيز محمد الصاوي، كل التحية ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي. أهلا بيك يا كريم، كلمنا على التمرين النهاردة وأنا عارف أنه كان مغلق الفترة اللي كان قبل الإغلاق، واديني بقى التفاصيل. كالعادة طبعا زميلي محمد استعداد على قدم وساق بالنسبة لتدريبات النادي الأهلي، الروح المعنوية مرتفعة بشكل كبير جدا، التركيز واضح على كل لاعبي النادي الأهلي، التحضيرات الفنية كالعادة من مستر ريني فايلر بمحاضرات الفيديو، النهاردة كمان كان في محاضرة مطولة النهاردة قبل انطلاق المران، يعني المران النهاردة كان 3 عصرا لكن يعني نقدر نقول الساعة 2:30 بدأت المحاضرة داخل غرفة الخلع الملابس الخاصة بالنادي الأهلي، استمرت لمدة 25 دقيقة. بالتأكيد طبعا زميلي محمد بكل الثغرات النقاط القوة والضعف، التكتيك اللي هيقوم بيه الجهاز الفني هيحاول يطبقه في هذه المباراة، الواجبات الدفاعية الهجومية الخاصة بفريق النادي الأهلي، كل دي كانت طبعا تناولها مستر ريني فايلر مع لعيب النادي الأهلي، وتم النزول على طول الى ملعب مختار التتش. زي ما انت ذكرت زميلي محمد التدريب النهارده كان مغلق، وده يمكن الاسلوب الجديد اللي بيتبعه النادي الاهلي مع ريني فايلر قبل المباراه ب 24 ساعه بيكون غلق تام للمران، بيسمح طبعا فقط للمركز الاعلامي وقناه النادي الاهلي بخمس دقائق و10 دقائق في البدايه، ثم خلاص بقى بعد دخول التكتيك بيتم غلق المران بالكامل. لكن النهارده يعني اكيد قبل ما نكون خارج المستطيل الاخضر لمختار التتش طمنا بشكل كبير جدا على عدد من اللاعبين، محمد مجدي قفشه طمنا عليه كان موضوع له برنامج خلال الايام الماضيه، الاجهاد طبعا مع ضغط المباريات الكبير اللي بيقوده للنادي الاهلي والحماس الكبير طبعا ده بيسبب ضغط كبير واجهاد كبير، لكن اطمنا عليه الحمد لله فايق وجاهز ان شاء الله يكون متواجد في تشكيله الغد بالنسبه لمباراه المصري. علي لطفي كمان بالنسبه للسمانه الاجهاد اللي كان عنده في عضله السمانه تعافى بشكل كبير وادى تدريبات على اعلى مستوى النهارده مع حراسه المرمى، الكل جاهز الحمد لله، يعني بس هي القصه كلها ان احنا اللعيبه اللي عندها انذارات ان شاء الله باذن الله تحافظ على نفسها ما يبقاش فيها التحامات بالنسبه لمباراه الغد، لان مش عايزين نخسر اي لعيب. عندنا 3 لاعبين فعلا عندهم انذارات بالتأكيد. مهددين بالتاكيد زميلي محمد دي نقطه مهمه جدا، واكيد ريني فايلر اكيد اتكلم فيها مع كل اللاعبين لسه طبعا، يعني اكيد التشكيل مش عارفين هيبدا بمين، هل هيبقى في رحل علي معلول، ايمن اشرف هيبدا، محمد هاني، لسه الامور دي، لكن الحرص الكبير اللي اكد عليه الكابتن سيد عبد الحفيظ كمان ان لابد تكون التحامات ما يبقاش في التحامات قويه، مش عايزين اي امور تعكر صف لعيبه النادي الاهلي قبل مباراه السوبر، لكن هي طبعا كل التركيز في مباراه المصري، كل لعيبه النادي الاهلي مركزه بشكل هو ده السؤال اللي عايز اساله لك، احنا داخلين على معمعه مباريات سواء في السوبر والدوري وافريقيا، عندنا مباراه الاعلام كله او نسبه كبيره منه بتغفل هذه المباراه، كلمني هل الجهاز الفني كان له كلام حول هذا الموضوع؟ بالتاكيد بالتاكيد زميلي محمد كل الحديث كان على اهميه مباراه المصري والفصل التام بين مباراه السوبر ومباراه نادي المصري بطوله الدوري العام، هي مباراه تكون بروفة اخيره لفريق النادي الاهلي، والكل خلاص منتظر النادي الاهلي ان هو يحطم ارقام قياسيه، النادي الاهلي بياخد خطوات ثابته للامام سواء بالنقاط او بالاداء ويسعد جمهور النادي الاهلي، فخلاص جمهور النادي الاهلي متعطش في كل مباراه ان هو يشوف هدف واثنين وثلاثه ويشوف حظ ليه النقاط، الربط طبعا من مباراه السوبر بياخد جزء وحيز طبعا من فكر لعيب النادي الاهلي والجهاز الفني، لكن موجوده الفصل التام بين بطوله الدوري العام وبطوله السوبر او البطوله الافريقيه، يعني كل مركز زميلي محمد زي ما باكد لك على مباراه المصري ان شاء الله باذن الله
اتكلمنا طبعا على المناخ في الاسكندريه، بنتمنى الجو غدا ما يبقاش فيه تقلبات، ما يبقاش فيه امطار اي حاجه. طبعا في ملعب المكس، يمكن استاد المكس يعني في هواء جامد جدا خلال طبعا خبراتنا السنين الماضيه في تواجدنا في استاد المكس، لكن باذن الله كل الظروف والترتيبات والتحضيرات تنعكس على فريق النادي الاهلي ونقدر يسعد جمهور النادي الاهلي ويحصل 3 نقاط هيساعدوا النادي الاهلي بشكل كبير جدا معنويا وايضا كمان بالنسبه لترتيبه في بطوله الدوري. درجات الحراره المتوقعه ان شاء الله بكره يعني ان شاء الله رب العالمين هتكون كويسه سواء في اسكندريه او في القاهره، ان شاء الله نشوف جو كويس. انت الاتوبيس اتحرك ولا لسه؟ طبعا يمكن عقب انتهاء المران مباشره، يمكن المران بدا 3 يعني هنقدر نقول ساعه وربع او ساعه و20 دقيقه مباشره عقب انتهاء المران توجهت حافله النادي الاهلي الى احد الفنادق القريبه طبعا من استاد حرس الحدود بيا الاسكندريه. خلاص بقى يعني خلاص الاجواء كلها انتهت بالنسبه للاستعدادات الفنيه، اكيد محاضره النهارده تكون عقب انتهاء وجبه العشاء كالعاده طبعا زي ما مستر ريني فايلر متعود بيكون محاضره اخيره فنيه كده في نهايه اليوم بيتكلم فيها طبعا وبيذكر فيها على اللاعبين على كل الامور اللي اتناقش معاهم فيها خلال الايام الماضيه، وغدا بقى ان شاء الله يعني ينقصنا كل التوفيق زميلي محمد ان شاء الله ودعواتك ودعوات كل جمهور النادي الاهلي، النادي الاهلي يعود من الاسكندريه بنقاط المباراه وايضا كمان اداء يسعد كل جمهور النادي الاهلي. اليو بادجي رجع بعد ما خلص الباسبور بتاعه عشان عمليات السفر وخلافه، هل انت شايف حالته البدنيه في خلال الخمس دقائق او العشر دقائق اللي كنت موجود حالته البدنيه تسمح بالمشاركه؟ يمكن اكد على النقطه دي فعلا زميلي محمد، يعني مجرد ان هو وصل عقب انتهاء الاجراءات الخاصه باوراق السفر مستر توماس مخطط الاحمال وضع له برنامج طبعا منفرد خلال امس واول امس، يمكن ظهر بشكل طيب جدا النهارده في البدايه، النهارده كان في تدريبات في الكوره، كان في تكتيك كروسات شوتنج على المرمى متواجد في التدريب الجماعي وتدريب الكوره بالنسبه للنادي الاهلي، يعني هو طبعا ينقصه الانسجام الفتره اللي جايه يشارك اكثر في وقت اكثر ان شاء الله، لكن باكد لك جاهزيته الفنيه والبدنيه جاهز ان شاء الله لهذه المباراه، لكن اكيد طبعا بنترك الرؤيه الفنيه او بتترك الرؤيه الفنيه لمستر ريني فايلر، عندنا كل اللعيبه جاهزه، مروان اجاي بادجي كل اللعيبه الحمد لله يعني ماشيه بشكل طيب جدا، بنتمنى ان شاء الله يكون موفق مستر ريني فايلر غدا في اختيار التشكيل الامثل للحفاظ على بعض اللاعبين، ده ان شاء الله نشوفه بكره باذن الله مع تشكيل المباراه. بعينك الخبيره يا كريم احنا داخلين على معمعه مباريات، شفت ازاي اللعيبه؟ هل ده مأثر في اللعيبه ولا شايفهم التركيز في مباراه المصري فقط؟ طبعا احنا يمكن شهر فبراير مليء بالمباريات، عندنا مباريات عديده جدا وقويه جدا وكل اللعيبه عارفه اهميه المرحله القادمه بالتحديد سواء في البطوله الافريقيه او في مباراه السوبر او ايضا كمان في بطوله الدوري العام. يعني زي ما بقول لك يا زميلي محمد الميزه القويه جدا وسر نجاح النادي الاهلي هو الفصل التام والتركيز في كل مباراه على حده، كل مباراه على حده النادي الاهلي بياخدها بظروفها بالاجواء المحيطه بيها بكل ما يحتملها المباراه من الكلمة، وثم بعد كده مجرد المباراه بتنتهي يعني في الدقيقه اللي تنتهي فيها المباراه بتكون غلق الصفحه تماما والتركيز في المرحله القادمه، باكد لك على اهميه المرحله القادمه، لكن لعيبتنا الثقه الكبيره اللي احنا بنشوفها في لعيبه النادي الاهلي وثقتنا في الجهاز الفني هي دي اللي مخلينا بنتكلم بحماس على لعيبه النادي الاهلي ان هي تقدر تسعد كل جمهور النادي الاهلي وتقدر تضرب ارقام قياسيه وتحطم ارقام قياسيه سواء في بطوله الدوري العام واكيد طبعا بطوله السوبر، والحلم الكبير حلم كل جمهور النادي الاهلي هي البطوله الافريقيه، يعني ان شاء الله المرحله اللي جايه كلها تكون انتصارات وتكون تحدي كبير جدا، واكيد يعني الجهاز الفني بيخلق دوافع بشكل مستمر بيحاول ان هو يضع اللعيبه في اجواء المباراه، اجواء مباراه كؤوس، هي ما بقاش مباراه دوري بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، هي مباراه كؤوس، ان شاء الله كل الامور دي تكلل بالنجاح بالنسبه للنادي الاهلي في جميع البطولات محليا وافريقيا. كريم احمد زميل العزيز مراسل قناه الاهلي شكرا جزيلا. على نفس السياق كابتن سيد عبد الحفيظ بيبحث ترتيب رحله الامارات مع الجهاز الاداري، مش بس رحله الامارات، انا عايز اقول لكم انه تعدى هذا الموضوع احنا بنركز اداريا اداريا ملوش دعوه باللعيبه خالص في مباراه سان داونز والسفر والتجهيزات والملاعب من دلوقتي، كابتن سيد عبد الحفيظ بيرتب كل هذه الامور مع الجهاز الاداري. والمناسبه دي طبعا كابتن سمير عدلي عايزين نقول له كل سنه وانت طيب، النهارده عيد ميلاده. كابتن سمير عدلي من الناس الكوادر المهم الاداريه المهمه جدا جدا في الكره المصريه على مدار تاريخها. كابتن سمير عدلي النهارده 13 وهو عيد ميلاده، مش عايز اقول كام سنه بس يعني عايز اقول لكم ان هو بيحب جدا رقم 13. هو نفسه قال انه 13 انا بحبه لانه تاريخ ميلادي، كمان الاتوبيس اللي نقلنا لاستاد باليرمو العظيم والمباراه التاريخيه العظيمه كان رقمها 13. طبعا كابتن سمير عدلي كان لاعب في نادي الطيران لكنه لم يكمل واتجه ل
بعد سفره فتره ورجوعه وعلاقته مع في النادي الاهلي الكبيره دفعته انه يخش المجال الاداري، واللي هو بيعتبر من احد اعمده المجال الاداري الرياضي في مصر. بنقول له من قناه الاهلي كل سنه وانت طيب يا كابتن سمير. نروح لحاجه مبهجه، حاجه جميله، ونتيجه النهارده النادي الاهلي بيفوز على الزمالك مواليد 2004 بنتيجه كبيره وساحقه، نتيجه 4-1 في قمه بطوله الجمهوريه. النادي الاهلي بدا هذه المباراه بتشكيل مكون في حراس المرمى من مروان صلاح، وفي الدفاع زياد اسامه وبيجاد عادل، خالد سليمان، رأفت خليل، في الوسط محمد صلاح ومصطفى ابو الخير، محمد اسامه ميدو، علي ايمن، عمر جوده. في الهجوم عبد الرحمن ممدوح. كانت مباراه جميله، خلينا نعرف مزيد من التفاصيل مع نجم النادي الاهلي كابتن ياسر ريان المدير الفني. اهلا وسهلا كابتن ياسر والف مبروك. ازيك يا محمد عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا كابتن ياسر؟ منور القناه. ربنا يخليك. اشكرك يا كابتن ياسر، ربنا يخليك. الف مبروك النهارده، فوز مهم جدا في البطوله، وانا عارف كمان من الكواليس انت عملت ماتش جميل جدا 4-1 مع الرقفه. الحمد لله. انت عارف مباراه الاهلي والزمالك بيبقى الريسبونس عليها، يعني من السوشيال ميديا والاولاد الجمهور واللعيبه صحيح، لها اهتمام خاص كمان عندنا احنا كنادي اللي تعرف تبقى مباراه الاهلي والزمالك صحيح يعني. صحيح. فالحمد لله اعتقد الناس يعني الجهاز احنا كجهاز فني واعتقد اداره الكره عندنا كابتن فتحي مبروك وكابتن هشام حنفي والناس اللي بترقص الجهاز عندنا الاداري الفني، اعتقد الامور الحمد لله يعني على ما يرام يعني. نتيجه النهارده 4-1 زي ما انت حضرتك اتفضلت واتكلمت. يعني الحمد لله انا عندي جيل واتكلمت قبل كده وقلت عندي جيل الحمد لله، والله مش عشان احنا ناخد بطوله وما ناخدش، الحمد لله انا بعمل جيل للنادي الاهلي. جيل يعني قدام ان شاء الله هتلاقي اكثر العناصر فيه تمثل النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، واللي احنا مش هنحتاجه هتلاقي طالع اعاره، واللي احنا مش هنحتاجه هتلاقي انديه ثانيه. فالحمد لله عندنا جيل محترم. ده بالنسبه للعيبه. بالنسبه لمباراه النهارده مباراه الزمالك، الحمد لله احنا ابتدينا المباراه بضغط من قدام، اعتقد ان احنا جبنا اسرع هدف في الدقيقه كام؟ في الثانيه كام؟ في تاريخ الكره المصريه 8 ثواني. جايبين جول 7 ثواني. 7؟ جول في الزمالك 7 ثواني. ايه ده؟ قول احكيها لي، عمل جت ازاي دي؟ يعني اللعبه يعني سنتر قطعناها جبنا جول على طول. ها 7 ثواني يعني، تخيل هو بيسنتر عبد الرحمن ممدوح ضغط عليهم لميدو اسامة على طول جبنا جول بالظبط 7 ثواني. فاعتقد ده اسرع عدد في تاريخ الكره في العالم يعني. تمام. فالحمد لله يعني اعتقد وبعد كده جبنا جول بعد حوالي 5 أو 10 دقائق. الشوط الاولاني انتهى 2-0. بدينا الشوط الثاني برضه جبنا الجول الثالث. تمام. وبعد كده الزمالك احرز هدف. وبعد كده جبنا الجول الرابع الحمد لله اللي جاب الجول النهارده مع حضرتك اتكلمت كده، عمر جوده جولين، ميدو اسامة جول. صحيح. وخالد خلف جول. ما شاء الله، انت كده في المقدمه. لا وحصل موقف النهارده اعتقد المفروض يبقى عادي. ميدو اسامة ثلاث من اللعيبه اللي عندي الكابتن الفريق ومن اللعيبه المميزه عندنا في سيره 2004. تمام. وقف على الكوره فطبعا الحكم اداله انذار، هو طبعا هي حاجه مش قانونيه المفروض ما فيش فيها حاجه. الحكم اداله انذار؟ اداله انذار عشان وقف على الكوره. مجلس اللي هو الجهاز الفني لنادي الزمالك نزل واعترض وكان هيعمل مشكله. الحمد لله الكابتن فتحي مبروك احتوى المشكله وكملنا المباراه والحمد لله في الاخر كسبنا 4-1 الحمد لله. الحمد لله. النادي الاهلي في المقدمه برصيد 37 نقطه وفرق 5 نقط عن نادي الزمالك. بالظبط. بس اقول لك حاجه يا محمد، يا مالك انا بلعب على بطوله. بلعب في انا بلعب بعمل كده، بس في نفس الوقت لو انا خدت بطوله برضه كويسه حاجه كويسه ليا والنادي الاهلي. صحيح. بس الدوري لسه طويل يعني، لسه في ماتشات كتير قوي. لسه مش هيقل عن 6-7 مباريات متبقيين يعني، لسه الدوري في الملعب. تمام. خلي بالك المنافسه بيني وبين الزمالك وبين المقاولين وبين انبي. 4 فرق بينافسوا والنقاط كلها قريبه من بعض. صحيح. انت عندك كمان واضح ان كمان ارقامك كويسه جدا يعني، احنا بنتكلم في 15 مباراه وجبت 46 هدف. تقريبا يعني 3 اهداف كل مباراه. ده سن كويس انه يجيب الاهداف دي، ده معدل تهديف عالي جدا. انا بقول لك انا كياسر انا بحب الكره الهجوميه. ما بحبش الكره الدفاعيه، بحب انا العاده بتاعتي تهاجم اكتر ما تدافع. صحيح.
طول عمرك بتهاجم، وطلعت احمد ياسر مهاجم يعني، ودلوقتي ما شاء الله اهداف كبيره جدا، ودخلت بس 16 هدف يعني يعني نسبه معقوله، ولو يكن ممكن تتحسن عن كده 16 هدف بيخشوا مرماك، لكن نسبه عاليه جدا، واضح ان انت بتهاجم بشكل كويس قوي. الحمد لله. ما هو طبعا انا بقول للاعيبتي اكيد هم بيتفرجوا على البرنامج بتاعك، لازم نقلب الصفحه احنا النادي الاهلي، نقلب الصفحه خلاص، خدنا الثلاثه بونت زيهم زي اي مباراه. عندنا هنركز في الماتش ده ان شاء الله، عندنا الجونه في الجونه صحيح. فالماتش ده بالنسبه لي برضه عندي بعض التوقفات من اللعيبه، فان شاء الله باذن الله نفكر فيه كويس قوي، واللي احنا برضه نروح نعمل نتيجه ايجابيه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ألف مبروك كابتن ياسر ريان، مشكورك جدا وبالتوفيق إن شاء الله في الفترة القادمة. دينا خبرنا الأخير، عضوية النادي الأهلي 1/4 هتكون ما شاء الله ما شاء الله يعني نمسك الخشب ب 750 ألف بعد 47 يوم بالتمام والكمال. النادي الأهلي عندنا فرع الجزيرة، ده فرع العبق التاريخ، عندنا فرع زايد ده حاجة يعني وهم، شكل ومنظر وجمال وروعة، ولسه كمان لما يكتمل يعني. والنادي الأهلي مدينة نصر الحداثة، حداثة بشكلها الجميل يعني. وعندنا كمان خدمات النادي الأهلي، لما يكون عضو في النادي الأهلي بيروح بيكون بيستفيد بخدمات فرع مطروح أو المصرف بتاع مطروح، والفرع الجديد اللي بيتم افتتاحه دلوقتي أو تجهيزه اللي هو أسوان، وده أولى مراحل التعاون مع استادات. كل الفروع دي هتكون بقيمة إجمالية 750 ألف بعد 1/4. ليه بنقول الكلام ده؟ وليه النادي الأهلي حريص أن يقول الكلام ده في التوقيت ده؟ لأنه العضوية الآن تقدر تستفيد بيها ب 500 ألف فقط، فهو النادي الأهلي نظرا لحرصه أن يكون في أكتر عدد ممكن من يكونوا جوه عائلة النادي الأهلي، فبيعلن أنه 1/4 هيكون ب 750 ألف، يا تلحق يا ما تلحقش. بس فمن المقرر ان ترتفع قيمه العضويه كل الفروع للمؤهل العالي من 500 ألف طبعا ل 750 ألف زي ما قلت لكم، وكل الفروع ب 600 ألف الان للمؤهل دون العالي، وهتكون مليون جنيه 1/4. بالنسبه لعضويه فرع الشيخ زايد هي ب 175 ألف جنيه دلوقتي، وعلى فكره ممكن تقسط هذه الارقام لمده 4 سنوات. 175 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد هترتفع ل 250 ألف جنيه بدءا من 1/4. والمؤهل المتوسط فرع الشيخ زايد حاليا ب 250 ألف جنيه هتكون ب 400 ألف جنيه. أنا بشرح الحاجات دي بالتفصيل ليه؟ لأنه يعني إحنا في الفترة الأخيرة وزي ما قلت لكم هو حرص النادي الأهلي إن يكون عائلة النادي الأهلي اللي هي جوه النادي تكبر وتكبر أكتر، وطبعا هو مورد طبعا للنادي الأهلي. وطبعا عيلة النادي الأهلي كبيرة جدا بكل جماهيرها حتى اللي مش موجودين جوه أعضاء النادي الأهلي. هنروح لفرع التجمع الخامس، أنا ما قلتلكوش كمان على فرع التجمع الخامس، ده حاجة جميلة، حاجة جميلة جدا، حاجة هتبقى 50 فدان، حاجة في موقع متميز جدا، وهتخدم أهالي التجمع الخامس وكل شرق القاهرة. 200 ألف جنيه حاليا هترتفع إلى 250 ألف جنيه أول إبريل مع الزيادة، وما دون المؤهل العالي هترتفع من 300 ألف جنيه حاليا هترتفع إلى 400 ألف جنيه. في حاجة كمان، النادي الأهلي تسهيلا على اللي عايز يشترك، إنك لو أنت موجود خارج البلاد، وكل مشاهدينا خارج البلاد دلوقتي، لو عايز أشترك جوه النادي الأهلي يقدر يعمل إيه؟ يقدر يعمل توكيل لمن لحد من أفراد عيلته أو حد أي حد يقدر ينهي له كل الإجراءات الخاصة بالمقابلة وسداد العضوية وسداد الإجراءات كلها. التقسيط بقى، التقسيط عايز أقول لكم نقطة تانية أهم، إنك أنت لو رحت مثلا اشتركت في دلوقتي مثلا اشتركت في عضوية فرع الشيخ زايد، فرع الشيخ زايد دلوقتي وليكن ب 175 اشتركت دلوقتي، جيت والعضويه بتاعت فرع الفروع كلها 500، جيت انت بعد 3 سنين او 4 سنين اللائحه بتاعت النادي الاهلي بتقول ايه؟ بتقول انه لو انت جيت قبل نهايه الاربع سنين وقدمت طلب انك انت عايز تشترك في كل الفروع ويكون لك الحق في دخول كل الفروع والتمتع بجميع المزايا
وتكون عضو عامل في الجمعية العمومية تقدر تدفع على السعر القديم. يعني مش هيجي لك بعد 4 سنين يقول لك ادفع القيمة وقتها، أيا كان القيمة وقتها 750 أو زادت يعني. فأنت هتكون مشترك على ال 175، والفروع كلها أو العضوية العاملة ب 500، هتشترك هتدفع الفرق فقط اللي هو على ال 500 اللي هو تاريخ وقت اشتراكك. في حالة بقى طبعا في ارقام صغيره بتضاف على الحاجات، الارقام اللي قلتها لكم دي اللي هي اضافه الزوجه بمبلغ 2760 جنيه بالاضافه ل 114 جنيه ارقام يعني استماره العضويه، وتسديد مبلغ 3000 جنيه اشتراكات السنويه كلها الخدمات يعني، ومبلغ 500 جنيه ده لاستماره سحب العضويه. زي ما قلت لكم دي ده انا شرحتها بالتفصيل عشان حاجتين، النادي الاهلي ومجلس ادارته حريصين كل الحرص انه وهو بيوسع وان هو بينمي موارده ان هو يقول للناس اكتر من مره انه الاسعار هترتفع، ويشرفنا ان انت تكون موجود معانا جوه عيله النادي الاهلي بهذه الارقام قبل الارتفاع. كده خلصت اخبارنا، وزي ما قلت لكم احنا عندنا النهارده 3 فقرات، الفقره الاولى الاخباريه انتهت، الفقره الثانيه بعد الفاصل هيكون ضيفي وضيفكم كابتن محمود صالح نجم النادي الأهلي ورئيس لجنة اكتشاف المواهب، هيكون في حوار كروي جدا، هنتكلم على مباراة المصري بكرة، وطبعا هنتكلم على كل المباريات اللي جاية بعد فترة. سنك صغير من انت لاعب حتى ابتدي تتعلم لغه، تقدر تجيد ماس انجلش وفرنش وفرنساوي جدا، بحيث انت هتبقى عندك ميزه كويسه في بكره، ممكن تبقى محاضر بكره، ممكن تبقى تساعد مدرب اجنبي. صحيح، ولو مدربك اجنبي المعلومه توصل لك على طول، مش محتاج يعني. بالظبط بالظبط، فمهم جدا، ومفروض الانديه تهتم تدي حافز شويه للمدربين اللي عندها. انا النقطه في خلال سياق حديثنا بنقولها صحيح، تشجع وتدي ميزه. يعني انا ممكن لو بتتعلم لغه وقدراتك بتزيد في اللغه، ممكن ازودك في المرتب، اعملها في الـ في الـ في الـ في اللائحه في اللائحه، اجادك اللغه مثلا في اللي هو التويفل ده بيقيس بوصل ل3 درجات، باخد مثلا 1000 جنيه، بوصل بيرفكت، بوصل 100%، باخد مثلا 5. يا ريت تبقى كده، ودي هتبقى حاجه كويسه. صحيح، ده حاجه كويسه جدا يعني. طيب نروح بقى فنيا لمباراه المصري، وشايفها ازاي من بشكل فني كامل. انا متاكد ان مستوى الطموح عند اللعيبه مش هيقف عند عندهم طموح كبير. يعني هل دي النتائج السابقه بتمثل ضغط؟ لا ما بتمثلش ضغط، بتمثل ثقه. يعني لان انت بتبقى مضغوط لما تكون في مشكله في بطوله، بتلعب على بطوله، انت لا انت متفوق بشكل كبير، مفيش ضغوط عليك نهائي. انما الاداء والنتائج اللي انت حققتها اكيد مفيش شك بتديك ثقه كبيره. فانا مش متخوف من النقطه ديت ان اللعيبه فيها ضغوط وان هي عايزه تحقق، لا انا مش شايف. بس هي النقطه اللي انا اذكرها اللي لازم نعمل لها حساب كويس، ان احيانا بتبقى النتائج بعض الفرق مش على مستوى الفني للاعبين ولا المستوى الفني للجهاز الفني. اعتقد النادي المصري عنده امكانيات كويسه بمستوى اللاعبين الفني ومستوى الجهاز الفني، المفروض يكون في عنده 20 نقطة أعتقد، والمركز العاشر تقريبا. فهو المفروض يكون في كمستوى بالنسبة لمستويات اللاعبين والمستوى الفني للاعبين ومستوى الجهاز الفني، المفروض يكون في مرحلة. يعني أنا شايف ما تبقاش خدعة للاعبين النادي المصري، وحتى أقل من طموحات الجماهير المصري. فهي المصري لا، عنده طموحات أكبر المفروض عند جماهيره، وامكانياته هتديله فرصه اعتقد الفتره الجايه ممكن يعني يكون في مكانه افضل. فالمباراه صعبه جدا في منتهى الصعوبه. طيب يعني هو عنده طموح انه يحسن الجدول ويوصل لمرحله للاداء بتاعه، وهو اخر مباراه كسب 3-0. صحيح. هو المنافس صحيح المصري بيلعب في بطوله افريقيه الكونفدراليه الموسم ده، وانت عارف طبعا يعني عشان تكون ماشي بالتوازي بشكل كويس في بطولتين الانديه الكبيره، طبعا هو نادي مصر نادي كبير صحيح، لكن احنا بنتكلم على توافر الاجنده الكامله وتوافر العناصر اللاعبين الكامله، هو بيتاثر شكلا ما، هل ده هيؤثر على مباراه بكره ولا لا؟ لا، هو جماهيريه النادي الاهلي هيعتبر دي بطوله بالنسبه له. جماهيريه المباراه ان هو بيلعب ضد المنافس بتاعه النادي الاهلي، هتلاقي المدرب عايز يحقق نتيجه والجماهير عايزه تحقق نتيجه، كانه بيلعب على بطوله بالظبط. وخد بالك هي كانت زمان على ايامنا المباريات ما كانتش كلها بتذاع بشكل كده كبير زي دلوقتي،
يعني تلاقي المحله المباريات اللي بتذاع له الاهلي والزمالك، الاهلي والزمالك في الداخل والخارج بيبقوا اربع مباريات. فهي بالنسبه لهم كانت بطوله، وهي اعتقد برضو نفس فكر اللاعبين، اللاعبين بتلاقي حتى استعداد اكتر، مباراه بقى عليها تسليط اعلامي اكتر. لا هم كانهم بيلعبوا على بطوله، فهي المباراه انت طموحك زايد وعايز تستمر في نجاحك، وفي نفس الوقت هو بيلعب النادي الاهلي زي ما بيفكر ما يجي يلعب فرقه كبيره زي الزمالك، برضه هتلاقي في تركيز كبير من اللاعبين والجهاز الفني والجماهير. فهي مباراه هتكون صعبه جدا ومباراه كبيره، اتمنى تكون يعني هتبقى حتى على المستوى الفني متوقع انها تكون كبيره. طيب الاجنده المزدحمه اللي احنا داخلين عليها على يناير هتجبره ان هو يعني يعمل تدوير بشكل اكبر، او وخصوصا احنا عندنا ثلاث لاعبين تقريبا عندهم انذارات ومهددين بالابتعاد عن المباراه القادمه الاهلي والزمالك، يعني ده دوافع هتخلي فايلر يتحكم في التشكيل بشكل ما بكره؟ حتى ما انا بلجا لخوف او يعني اللاعب ياخد انذار ثاني وتوقف مباراه مهمه مثلا اللي بعدها، هي برضو اعتقد توافر العناصر اللي عندك يعني ما فيش فرصه كويسه انك تعمل التدوير. صحيح. احيانا المدرب بيحاول يختلق الفرصه، مش هي موجوده، يختلقها عشان يعمل التدوير ده. يعني انا شايف لعيب بديل انما بيجتهد وبيلعب وبيتمرن بشكل جدي، انا عايز اديله الثقه شويه، عايز مش لازم يتفوق على الاساس عشان يلعب. لا انا ممكن اريح الاساسي ويبقى هدفي ان انا اديله فرصه ان هو يشارك في مباراه رسميه عشان برضه اديله ثقه في نفسه ومستوى طموحه يزيد عنه، يبقى شيء نوع من المكافاه. لا انت بتادي بشكل كويس، لا لازم اكافئك، بس ده مش هيجي غير ما يكون هو مستوى متقارب. صحيح. بينه وبين اللاعب الاساسي. وهل ترى ان هو عامل الشكل المتقارب ده، يعني عامل هو فايلر عامل الانسجام مع الفريق ده، مش مخلي الفرق المستويات ما بين كل اللعيبه ولا لا طبعا الحمد لله. دي النتائج اللي انت بتحققها. احنا عندنا اصابات كتير قوي، يعني ربنا يشفي الناس كلها. اعتقد الحمد لله لغايه دلوقتي ما فيش تاثير منها. يعني اعتقد دي برضو رمضان لما غاب ما كانش فيه تاثير كبير. بالظبط بالظبط، عناصر كتير وفي ناس بقى لها فترات طويله مصابه الحقيقه. يعني دي يعني شيء جيد بالنسبه للجهاز الفني، ان هو حتى العناصر في ناس اشتركت بشكل جيد، وهي ممكن تكون في المستوى الثالث مش الثاني. طيب. يعني انت لو عندك ثلاثه في مراكز معينه بدون ذكر اسماء، يعني ممكن اللي بيشترك رقم ثلاثه في بشكل اساسي وبيأدي بشكل كويس. فده كويس، انت ده دور الجهاز الفني مهم جدا. يعني انا كنت لسه بتكلم بره مع الاستاذ خالد العتريبي في اللي بيطلع يقول لك احنا ما يهمناش الاداء، يهمنا النتيجه. طب ما هو النتيجه مش هتيجي غير باداء جيد طبعا، يعني قد يكون تأدي بشكل كويس وتخسر مباراه بدلك. بس ده مش اساس. مش دي قاعده. قاعده انك تأدي بشكل كويس عشان تكسب المباراه. فانت حتى المستوى الثالث عندك بيأدي بشكل كويس، وده شيء طبعا يحصل للجهاز الفني بشكل جيد. يعني طيب فايلر تعامله ازاي مع كل البطولات؟ احنا شايفين من جوه ما شاء الله، يعني جوه او محليا يعني ما شاء الله ما شاء الله نمسك الخشب، عامل نتائج واداء ولا اروع. شايفه ازاي بره؟ تعامله مع كل البطولات ازاي خصوصا افريقيا؟ قد يكون النتائج مش مستوى طموح النادي الاهلي في مثلا دوري المجموعات. يعني كنا دايما في الغالب بنتأهل بشكل كبير. انما الاداء طبعا محليا في الشك بشكل ممتاز، قد يكون في نقاط ممكن يعني او مشاكل عندك ممكن تاثر في مباريات او بطولات بعينها. وممكن ما تاثرش في بطولات. هي الاصابات الكتير ممكن اثرت شويه معانا في في المباريات الافريقيه، البطوله الافريقيه. صحيح. نتمنى طموح اللاعبين يزيد والاستعداد يزيد، ومع الفترات الجايه ان شاء الله عوده المصابين اللي بيلعبوا كمان بشكل اساسي او حتى البدايه اللي كانوا موجودين بيلعبوا بشكل بديل. اعتقد الفتره الجايه يمكن احنا عندنا طموح نتخطى حتى المرحله بتاعت لو المستوى بنقول عليه ممتاز في المستوى المحلي. احنا ان شاء الله عندنا طموح كجماهير وكمجهز فني واداره طبعا ما فيش شك ان احنا نوصل مش للمستوى بتاع المستوى المحلي ان شاء الله. البطوله الافريقيه اصعب ومحتاجه كمان تتفوق حتى بادائك عن المستوى المحلي، واحنا قادرين بالمجموعه ومستوى اللاعبين والجهاز الفني ان احنا حتى نتخطى المستوى اللي احنا بنقول عليه ممتاز في البطولات المحليه ان شاء الله. امتى فايدر يرجع لنا شخصيه البطل في افريقيا؟ انت شايف من خلال رؤيه فنيه، شايف ان احنا ممكن امتى هنوصل لشخصيه النادي الاهلي اللي احنا شايفينها جوه نشوفها بره؟ ارجع اقول النقطه الاصابات دي ترجع بس في عناصر مهمه جدا. حتى انت زي ما قلت برضو في خلال حديث ان انت بتحتاج نمره اثنين في الفريق في المركز، يعني مش لان مش مجرد الاساسي بس اللي يرجع. لا انت عايز يبقى في تنافس في التدريبات. انا
انا مهاجم اساسي وبلعب على مدافع اساسي، الاستفاده ليا تبقى اكتر ليا وللمدافع. كانت زمان حراسه المرمى كان موجود مثلا كابتن ثابت الله يرحمه وكابتن اكرام وكابتن شوبير، كان في تنافس الاول كان بالاثنين وبعد كده انضم لهم كابتن شوبير وبقى بتنافس رهيب. انا بعتقد يمكن لو في واحد بس واللي تحتيه اقل ما كانش كابتن ثابت يعمل التاريخ ده، ولا الكابتن اكرامي ولا الكابتن احمد ناجي احمد شوبير. وطبعا احمد ناجي كان في فتره معاهم برضه. فمهم جدا مره ثانيه بنرجع لكم مع دكتور والكابتن محمود صالح. اهلا وسهلا يا دكتور. استاذ محمد دكتور ولا كابتن ايوما تحب دكتور؟ هو في المجال طبعا عشان ابقى مميز بس دايما زمان كابتن علي شحاته هو كان ليه يعني حاجه يقول لي انا مع الدكاتره احب يقولوا لي يا كابتن في الكليه يعني. طب ما احنا هنا استاذ في الكليه ومعاك انت تقول لي يا دكتور عشان ابقى مميز هنا وابقى مميز. طب انا اقول الاثنين. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ والله الحمد لله منور. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. نورت القناه. ربنا يخليك. بص يا دكتور، الفتره اما يجي في ماتش يعني من قوه الماتشات اللي جايه، في ماتش جاي في النص هو مهم، ولكنه احنا بنتكلم على انه الاهتمام بالسوبر واهتمام باهلي وزمالك واهتمام بصن داونز اكبر. مباراه زي دي حضرتك كنت لاعب كوره كبير، ازاي يخلي الجهاز الفني يهتم بيها بشكل كبير؟ هو طبعا مسيره النادي الاهلي ممتازه طبعا في شك. حتى لو انت راسم بتحط طموحات ليك او اهداف، بتبقى طبيعة الأهداف دي بتبقى على مراحل يعني كجهاز فني أو كنادي أو كمجلس إدارة بتبقى على مراحل. أنت طبعا تخطيت هذه إنجازاتك، تخطيت كل التوقعات الحمد لله. أنت 14 مباراة فزت في جميع المباريات، حتى 42 نقطة، حتى السكور يعني حاجة ممتازة، أحراز 40 هدف. حتى لو قارنت بين دي هكلمك فيها وأنا عشان ما أحديش من حتة لحتة. أنا أهم حاجة إزاي أخلي تركيز اللعيبة في المباراة دي ما ينطش على مباراة الأهلي والزمالك، لأن أنا نقطة فايلر ونقطة الأداء هتكلم فيها باستفاضة. أنا عايزك في النقطة دي تحديدا، إزاي أخلي تركيز اللعيبة في مباراة زي دي وما ما النقطة دي لازم بس أركز يعني أحاول أتكلم في الواقع شوية. تمام. هو حرص 40 هدف ودخل المباراة 3 اهداف، برضه نتائج رائعه. تمام. هي النقطه ديت يعني هي هتدي الطموح، سقف الطموح زاد. انت اللعيبه وصلت لمرحله، وده طبيعي يعني في الرياضه كل الارقام بتتحطم، سواء على مستوى الالعاب الجماعيه او على مستوى الارقام الفرديه. طالما محدده بيبقى في هدف قدامك انت عايز تكسره. قد يكون في ايام مستر مانو روجيزي تقريبا، مش عارف 2005 او 2008، كان في فرق متتالي اللي هو 17 مباراه بالظبط في العوده الثانيه لمانو روجيزي في اول موسم، وهو افضل مواسم النادي الاهلي في 2004 تقريبا 17 مباراه في تمام. فمهم انت تذكر دوت، وانك ده ريكورد مسجل باسم النادي الاهلي. لابد اللعيبه يكون عندها طموح اكبر وتقدر تحطم الرقم ده وتوصل لاكثر من 17 نقطه. ودايما هي الطموح لازم يكون في تحدي شويه، يعني هدف لازم محتاج توفيق طبعا من عند ربنا اولا سبحانه وتعالى، وعايز مجهود كبير من كل الناس، الجهاز الفني والاداره واللاعبين الاساسيين والمجموعه البدلاء. صحيح. وكل العناصر تكون متحده وفي هدف قدامها. فاحنا في ظروف كويسه طبعا. طبيعي انك التفكير كله في مباراه مهمه جدا، مباراه صن داونز ومباراه السوبر المصري يوم 20، وصن داونز يوم 29 و7 بالظبط. انما انت النتائج دي ان شاء الله لو ربنا وفقنا بكره تبقى حاجه كويسه جدا. انت عندك فرصه برضو موضوع تدوير اللاعبين تقدر تعمله بشكل كويس. صحيح. فارق بقى نقاط كتير، انت المقاولين تحتيك ب 10 نقاط ولعب اكتر منك 3 مباريات، لعب 17 مباراه 16 مباراه وانت 14 وداخل 15 بالظبط. الزمالك تقريبا فارق 11 ولعب برضو اقل منك مباراه واحده. صحيح. يعني في حاله فوزك اقرب المنافسين بيبتعد 14 نقطه اللي هو هيكون نادي الزمالك. صحيح. فدي تديك فرصه انك تنظم موضوع تدوير اللاعبين ده، يعني تعمله بشكل كويس. انت لازم تمشي في كل
البطولات النادي الاهلي طموحه كويس؟ نعم عامله بشكل كويس لغايه دلوقتي ممتاز 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 لان هو في نقطه مهمه جدا عشان تعمل دي لازم البديل تجهزه بشكل كويس سواء من ناحيه الفورمه الرياضيه كلها تكون جاهزه عند اللاعب البديل انت كجهاز فني مسؤول عن اللاعبين وعن مستوياتهم ان هو يوصلهم لافضل حاله ممكنه ماشيه بشكل كويس ودليل ان هو بتيجي تعمل اي تدوير الدنيا بتمشي كويس والنتائج موجوده وال يعني الطموحات والاهداف بتقدر تحققها بشكل كويس فهو هو في تدوير اللاعبين اهم حاجه تكون تجهيز البدلاء واعتقد هو نجح فيها بدليل النتائج اللي هي ماشيه بشكل كويس جدا من كل اتجاه يعني يعني دايما اللاعب اللي بيبقى بعيد شويه يعني اللعب بشكل منتظم او بيبقى بديل ممكن يكون بيفقد الثقه شويه في نفسه احساس ان هو بعيد لا ده دور برضو في دور نفسي كبير للجهاز الفني والاداري ان هو يحسس اللاعب دايما باهميته يحسس اللاعب اللي لازم يكون في افضل حالاته يحسسه انه قريب من لعبه بحيث ان هو ما تيجي الفرصه يلعب يؤدي بشكل كويس يكون في افضل حالاته ويقدر يثبت وجوده صحيح ودي المفروض تكون في نفس الوقت ده هدف برضو عند اللاعب نفسه انا قد اكون بديل بس الفرصه هتيجي هتيجي كلنا مرينا بالتجارب ديت هتيجي هتيجي بس لما تكون تيجي تقدر تقدم بشكل كويس وتثبت وجودك جاهز وتبقى متواجد وممكن الامر يبقى بيختلف او يتبدل وتبقى انت الاساسي تلعب انت لما فرضت نفسك بشكل جيد ممكن تقعد فرصه برضو تبقى صحيح في بتلعب بشكل اساسي فهي اهداف كل واحد ليه دور المدرب عليه يعد اللاعب من خلال النواحي التدريبيه والفنيه والنفسيه والذهنيه واللاعب برضه لازم يعني يتدرب باقصى جهده ويجهز نفسه ويكون جادي في التمرين بحيث لما تيجي الفرصه يبقى طالما في توافق في الهدف هتلاقي الدنيا ماشيه زي الفل. طيب وصلت النقطه يعني افهم من كلام سيادتك انه الدوافع بخلق الدوافع هقدر اعدي اخلي ماتش بكره كامل التركيز عند اللعيب. طيب أنا عايز أروح لنقطة تانية محدش تطرق ليها أبدا في هذا الموضوع الجهاز الفني لفايلر أنا سمعتك أكتر من مرة بتشيد إشادة واسعة جدا بفايلر لكن أنا هاخدها هل الانطلاقة الجامدة دي الانطلاقة بتاعة مانويل جوزيه اللي حضرتك شبهتها دي كانت في الولاية التانية يعني خد وقته لغاية لما عرف الفريق طيب الفايلر دي الانطلاقة الأولى هل عشان الجهاز الفني كله متناسق ومتفاهم وهو اللي جايبه الانطلاقه دي جت يعني دي احد الاسباب القويه لكده هو بالنسبه للمدربين موجود الكابتن سامي مصمم صحيح معاهم بس معاه مساعد مدرب ومعاه طبعا طبعا معد بدني ومدرب حراس مرمى كمان المره الاولى بالظبط يعني. اعتقد بتعمل نوع من تحقيق الانجازات دي بتساعد ما فيش شك صحيح طبعا يعني انا اي مدرب هيتولى مسؤوليه حتى لو بدوله عربيه بنفس اللغه محتاج برضو يكون لو الجهاز الفني المساعد ليه موجود من جنسيه من يعني جنسيه مصريه زيه طبعا بيخلق نوع من الثقه والتفاهم بشكل كبير اللغه صحيح. اللغه موضوع اللغه مهم صحيح التواصل باللغه حتى لو موجود مترجم مش هيدي نفس الاحساس صحيح يعني حضرتك هياخد وقت طويل جدا المترجم ده لغايه لما يوصل الاحساس الحقيقي للاعب وفي مصطلحات ممكن تكون بعيده عنه بالظبط كده يعني احنا ممكن كنا جربنا التجربه دي مع دورات تدريبيه مع اجانب لما بيجي المترجم بيقول حاجات يعني مختلفه شويه غير اللي احنا متعودين في بعض المصطلحات حتى كان معانا المترجمه واحده ست وكانت هي اللي بتسال ايه اللي بيتقال هنا وايه اللي بيتقال هنا بحس يعني كانت فاهمه في تعبيرات فاهمه الترجمه الحرفيه بالظبط لكن الترجمه القرويه دي بتبقى محتاج حد حتى انت لو بتقرا قصه بلغتها الاصليه هتستمتع بيها اكتر ما تترجم للغه العربيه لو انت عندك قدرات مثلا لو القصه الاساسيه باللغه الانجليش يعني لا لما تقراها لو انت متمكن من اللغه فيها استمتاع طبعا طبعا يعني الشعر برضو تيجي تحوله هتلاقي كلمات مختلفه شويه يعني فهي اللغه هي بتكلم هو التفاهم في اللغه اكتر يعني دي نقطه مهمه وطبعا لو معاه تفادوها يعني احنا بنتكلم ان احنا الجهاز الفني عدى وقت طويل جدا لانه تفادى النقطه دي بالظبط مترجمين وايا كان طبعا كل الكفاءات طبعا موجوده في الجهاز في المدربين المصريين لكن عدينا بقى موضوع المترجم ده لانه المعلومه بتوصل بسهوله يعني طبعا طبعا ودي برضو يعني شوف النقطه خلتنا نفكر في حاجه برضو مهم جدا موضوع اللغه يمكن احنا ما اهتمناش بيه في ناس كتير ما اهتمتش باللغه صحيح. مهم تجيد لغه واتنين انت لو وقت التنافس ده كل اللاعبين لازم يكون مستويات متقاربه لو هنوصل لديت في عندنا اكتر من واحد يقدر يغطي في المركز وفي تنافس قوي بين اللاعبين وبعضهم لا مفيش شك ده هيرفع المستوى وهنقدر نحقق او نخلي المستوى في المباريات الافريقيه والبطولات الافريقيه لا يقل اداء ونتائج عن المسابقات المحليه
صحيح. طيب شفت مباراه الجيش ازاي؟ تحقيق الفوز والتناغم اللي كان في المباراه دي شفتها ازاي؟ من كل وجوه الحقيقه، اللعبة كانت نازله وفيها تركيز وعندها طموح وجاهزه، الفورمه الرياضيه بتاعت اللاعبين هايله الحقيقه، وقدم شكله كويس في يعني بدنيا وفنيا نفسيا، التركيز كان عالي، اللعب الجماعي هايل، القدرات الهجوميه والدفاعيه ماشيه بشكل جيد، وحتى مع المستوى الفردي في تطور في اداء اللاعبين يعني. صحيح. يعني بالاسم يمكن اخصه بالذكر محمد مجدي قفشه برضو حتى دخل في التطور في اداء كل لاعبين الحقيقه يعني. دي احنا ممكن نحقق موسم مميز السنه دي ان شاء الله. وتعتقد ان رقم جوزيه اللي كان ما كانش حد يفكر انه يوصل له 17 مباراه ان احنا كسره، احنا محتاجين بس 4 مباريات. قدرين. الماتش اللي جاي قدرين. المصري ثم الزمالك ثم انبي ثم سموحه بقى ان شاء الله نكسر الرقم بتاع جوزيه. قادرين. انت بص حضرتك للجدول، انت اقرب المنافسين ليك لو كسبت المباراه المؤجله مثلا بينك وبين الزمالك 15 لقاء والزمالك 15 هنبقى 14 نقطه. انت قادر، انت صحيح. قادر. الفرق في المستوى الفردي والجماعي والنواحي الخططيه والفنيه اللي بتادي بيها، لا في فرق كبير بين النادي الاهلي والانديه الاخرى. انا بعتقد كمان يمكن ايام مانويل جوزيه كان التنافس فيه تنافس قريب شويه. بالرغم الفارق بس كان في تفوق عالي وكان في تركيز عالي من اللاعبين. تمام. وحققوا يعني ريكورد يعني يمثل يعني هو ريكورد في حد ذاته يعني. نقدر ان شاء الله باذن الله. واحنا بنشوف مباراه طلائع الجيش انا شايف ان عمرو السوليه بيطلع بمستوى هايل. نسيت اقول برضو عليه. تطور في ادائه بشكل في الناحيه الهجوميه قدر يتحسن بشكل كبير، وده المركز ده اصعب مركز في المركز وسط الارتكاز ده او هو وديانج بالظبط الاثنين. طريقه فايلر مساعداهم ان هم يظهروا بالشكل ده، ولا فايلر ولا اليو ديانج ساعد السوليه، ولا السوليه هو اللي ساعد ديانج؟ لا وما فيش شك انت ارتفاع مستوى زميلك في الملعب ما فيش شك بيرفع مستوى ادائك، لان انت بتلعب كره جماعيه في حاجات تكتمل باداء اللاعب بتاعك زميلك اللي حواليك. يعني لازم يمرر لك صح، لما يتحرك تتحرك بدون كوره توصل لك الكوره في توقيت معين في اتجاه معين. يعني انما ممكن انت تتحرك كويس وزميلك ما يعني التوقيت وحش، الدقه في التمرير وحشه. هي اللعبه لازم طبعا كل ما زاد مستوى زمايلك في الملعب ال 11 لاعب كلهم مفيش شك ده بيساعد على زياده مستواه. بس ديانج انا بعتقد انه افاد السوليه اكتر. مفيش شك هو ارتفاع وفي تنافس، انا دي حاجه كويسه. ديانج وجود وخلى السوليه يشتغل طبعا اكتر على نفسه ويظهر امكانيات، ودي طبعا بترجع زي ما قلنا في بدايه حديثنا دي نقطه لازم يلتقي فيها الجهاز الفني والمدير الفني مع اللاعب. مستوى الطموح يبقى اللاعب عارف ايه اللي مطلوب منه، المدرب بيشرح له بيقول له، وهو لازم يكون على مستوى الطموح. أيوه. لو المدرب عنده طموح وعنده قدرات فنيه عاليه واللاعب ما عندوش طموح اللاعب عمره مستواه يعلى. فدي نقطه مهمه جدا، لازم مستوى الطموح يكون متوافق بين الاثنين وبعضهم. هو بيتطلب منه حاجات معينه عشان يطور اداؤه. مهم جدا الحاجات دي تكون موجوده عند اللاعب، واللاعب يكون عارف قدرات نفسه وعنده في ثقه انه يقدر يؤدي الاداء اللي هو عايز منه المدرب. هي يعني عناصر متداخله مع بعضها وبتبقى حاجه كويسه جدا لما بيكتمل الفورمة اللعب الرياضيه ومع امكانيات جهاز فني عالي. دي بتحقق ما فيش شك، واعتقد ده اللي بيميز النادي الاهلي طوال تاريخه من احنا كام دلوقتي 113 سنه مثلا. 107 ل 107 يعني نتكلم في 113 سنه. ده اللي بيميز النادي الاهلي طوال تاريخه، ان دايما كان في توافق. احنا حسيناها لما بديت العب كوره في الفريق الاول ان لازم انا مع نفسي، النادي عنده طموح لازم اكون انا عندي مستوى طموح. المدير الفني عايز والجهاز الفني عايز يوصلني لمستوى معين، شاف في بعض الحاجات عندي نقاط بيصلحها لازم اديها بشكل افضل، لازم انا اكون عندي الطموح ده. وده اللاعب اللي بيستمر. هناك لاعبين ما عندهمش الطموح ده، ممكن يكون متفوق عليا فنيا انما انا عندي الطموح، هو ما عندوش الطموح، انا هتفوق عليه. وانا اللي هلعب واستمر وهو مش هيكمل. يعني مش معنى ان احنا لعبنا كوره ان احنا افضل ناس او المجموعه اللي بتلعب دي افضل ناس. في ناس افضل منهم كمستوى حتى على المستوى الفردي وما كملوش، لان مستوى الطموح ده مهم جدا. التوفيق بيلعب عامل مهم في انك تكمل كوره او ان انت تنجح بشكل مميز او ان انت تظهر بشكل مميز. طبعا ما فيش شك. النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها مستوى اللاعبين اللي حواليك. انت النهارده احنا بنتكلم على مثلا محمد صلاح نتائج وفي على المستوى الدولي ممكن يكون هو مش محظوظ، ممكن هو تواجد مع جيل زي جيل ابو تريكه وعصام الحضري وجمعه والناس دي المجموعه كلها يعني كبير
اعتقد كان هيبقى متواجد وكان هيحقق نتائج افضل من كده وكان يكتب له تاريخ افضل من كده. فما فيش شك ما يكون في تفوق لزمايلك المتواجدين معاك في الملعب، دي بتزود طموحك وبتخليك تحقق بطولات اكتر وتحقق تاريخ اكبر. طيب التشكيله دايما بتاعت فايلر احنا بقينا محتارين، كل تشكيله عاده يعني في كل او على المدى القصير اللي فات كل مدرب بيشوف التشكيله الاساسيه ويبتدي بيها. احنا بقينا من الصعب ان احنا نشوف النهارده لازم نعرف مين اللي يلعب من خلف فايلر نفسه. انت شايف ان ده امر جيد ولا امر مش جيد؟ لا، وفي هو في نقطه اوضحها بس اذكرها، يعني اللي هي موضوع الاصابات احيانا بتبقى مضطر للتغيير. انما في نقطة مهمة، انا ما بحبش اقول لك ايه تثبيت التشكيل. يعني ايه تثبيت التشكيل؟ في عناصر اساسية بتلعب، وفي شكل معين، في اداء معين، في خطة دايما بتبقى شبه ثابتة بتتغير مع ظروف المباراة او مستوى المنافس. ممكن تغير شكل الاداء، شكل التشكيل، كل ده وارد. اللعيبة الفورمة الرياضية ممكن تقل عند اللاعب والبديل يبقى ليه دور. احيانا انت عايز برضه مباراة اقل سهولة او اقل صعوبه وعايز تدخل عناصر بدلاء بتقدر تغير في التشكيل. فالمستوى الثابت انت لو ثبت الفريق اولا هتخسر الاساسي وهتخسر البديل. لان الاساسي ممكن يجي له نوع من الاشباع، ممكن يجي له احساس الاطمئنان ان هو اساسي، ممكن دي لا دايما تعمل قلق، تحس لازم تحسس الاساسي ان كلمه كابتن ثابت وكابتن اكرام دي موجوده ومنضم لهم كابتن احمد شوبير كانت موجوده. بتكلم على جيل يعني، دي نقطه مهمه جدا، دي نقطه مهمه جدا. دايما الاساس لازم يحس ان هو في بديل قوي، لو في اي تهاون او ما لعبتش في افضل مراحل افضل مستوى ممكن ليا ممكن ما يبقاش موجود. وفي نفس الوقت لازم ادي الامل والطموح للاعب البديل ان هو لازم انت ما توصل لافضل حالاتك ممكن تبقى اساسي لازم الموضوع ده. انما تثبيت التشكيل ده انا مش مقتنع بيه. انما في عناصر اساسيه متواجده، في شكل ثابت في الاداء في الخطط ماشي. انما في اوقات لازم اغير، واللاعب الاساسي يمكن برضو يبقى في الفورمه الرياضيه بتاعته طوال الموسم. صحيح. ممكن اسبوعين ويقل اسبوع، يقل يومين. انت بقى من خلال التدريبات وتشوف الحاله التدريبيه بتاعته. صحيح. وبعد كده تقدر تقرر. انت لعيب عندك مجهد، لعيب عندك لاي اسباب، لعيب خارج من اصابه لاي اسباب، لعيب مستوى قل لاي اسباب، ما مش هيبقى اساسي اذا كان هو اساسي. لا، ودي نقطه مهمه، لازم انت تكون مجهز البديل. ونرجع للنقطه الاساسيه برضو مع الطموح عند اللاعب والاصرار والصفات الاراده اللي عند اللعيب. لازم انا افتكر سنه 81 كان الكابتن ثابت ما كانش بيلعب، كان مستر كالوتشاي كان بيلعب، الكابتن اكرامي على طول اساسي. بس لو تشوف الكابتن ثابت كان بيتمرن ازاي، وجات فرصه في نهائي كاس، نهائي كاس مصر كان افضل لاعب في وكسبنا بضربات الجزاء ضد المقاولين العرب في موسم 81. لو الكابتن ثابت ما عندوش الشخصيه دي احنا مش هنكسب البطوله دي. صحيح. يعني ممكن لاعب واحد بديل. عشان كده لازم تهتم بكل العناصر اللي عندك. ممكن لاعب بديل في ظروف معينه يكسبك بطوله، يكسبك بطوله. صحيح. لو انت اهملته وهتيجي الظروف تضطر تلعبه. فدي اكيد الجهاز الفني فاهم كده، انما احنا بنحاول يعني نذكر صحيح اذا كان عندنا يعني خبره في حاجه بقى لنا فتره طويله في التدريب ما زلت بنتكلم حتى المدربين اللي هم بادئين حياتهم يعني بادئين حياتهم كمان التدريب. طيب ما زلت مع مباراه طلائع الجيش، وعايز اتكلم على اثنين من عناصرها اللي كانوا ابرز عناصرها وابرز ظواهرها. جيرالدو غاب لفتره طويله، ولما رجع عاد يعني رجع وعمل ماتش هايل. هل المنظومه معاه مساعداه ولا هو ولا الجهاز الفني ولا ترجعه لايه بالظبط؟ اكيد المنظومه. اكيد الجهاز الفني اعده نفسيا وذهنيا كويس للمباراه. ممكن انت تكون بديل وقريب من الناحيه الفنيه. والناحيه نرجع الحاجات كلها متداخله يعني. السؤال ممكن يحتمل اجابات كتير. يعني انت ممكن تكون بديله من الناحيه البدنيه والفنيه. الفنيه يعني من ناحيه بشقايا يعني اللي هو الخططي والمهاري. تمام. ممكن تكون في مستوى جيد. انما عندك احباط من ناحيه المدرب. ممكن تنزل الملعب ما تاديش بشكل كويس. تمام. فمهم. انا بيحضرني دلوقتي مستر دون ليفي. دون ليفي كان مدرب انجليزي وكان تاريخه كبير وكان بيدرب منتخب انجلترا. شوف بقى حاجه يعني طبعا. مدرب منتخب طبعا. انجلترا جه درب النادي الاهلي. سنه 84 كان قبل التدريب اهم حاجه عنده المصابين. يروح ويتابعهم ويشوف تدريبهم. صحيح. كانوا دايما بيتمرنوا قبلنا بفتره. لو حد مصاب يعني قبلنا بنص ساعه ما. ويجي بدري عشان يشوف ويتكلم معاهم. حاجه جميله. ودي كانت على اساس على هذا الاساس اللي كان ربنا بيوفقه يقدر يخش في التدريب ويجي له فرصه لعب بيأدي شكله كانه ما
ما قداش فتره نقاهه او فتره اصابه طويله، لا بيرجع لان الراجل كان معده من ناحيه صحيح. لازم المدرب يبقى حاطط الاجواء دي صحيح، اجواء ما فيش لعيب عنده احباط، ما فيش لعيب عنده مشاكل، ما فيش لعيب تركيزه قليل لاي اسباب، مهم جدا الاهتمام باللاعب البديل واللاعب الاساسي، لان انت البديل في لحظه ممكن يكون اساسي. صحيح. تاني اسم عايز اتكلم عليه بشكل لانه كان متميز جدا، اجاييه. اجاييه اولا في تميزه في الهدف اللي جابه، وتميزه في صناعه وتحركات طوال المباراه. طبعا اجاييه من العناصر اللي ممكن تلعبها في كجناح وكمهاجم. الماتش ده كان مهاجم وكان قلب هجوم وكان مؤدى بشكل كويس قوي. شفت اجاييه ازاي؟ هو اجاييه اولا تطور مستوى الحقيقه مع مستر فايلر، وتحسب برضه الجهاز الفني يعني على مستوى الاداء الفردي والجماعي. حصل طفره في مستوى زي ما قلنا قبل كده، مثلا على قفشه، على رمضان صبحي، زي ما حضرتك قلت على السوليه، عمرو السوليه، إليو ديانج بدايته طبعا غير دلوقتي خالص، انا بعتبره من افضل اللاعبين موجودين في النادي الاهلي الحقيقه. ما يميز مع التطوير طبعا جيد، عنده قدرات ذهنيه كويسه دايما يعني قراراته بتبقى سليمه الحقيقه، سواء في التحرك بالكوره او بدون كوره، توقيت التمرير، التحرك داخل خارج الصندوق منطقه 18، او انا بيعجبني دايما ودي نقطه مهمه يعني عشان اكتمال اللاعب لازم يكون تفكيره صح، توقيت يفكر عشان بياخد قرار. هي الكوره ايه؟ أنا من سواء بالكرة أو من غير كرة قرار، الموقف بيتغير، لو أنا بتحرك صح دلوقتي في ثانية الموقف بيتغير، الكرة بتتحرك، المنافس بيتحرك، زمايلي بيتحركوا، يبقى لازم آخد لازم يكون عندي قرارات جاهزة. فهو دي بيتميز بيها جاي الحقيقة. فدي ساعدته كتير في يعني في الظهور بهذا المستوى. لو قلت لك مين اللعيب الأفيد في طريقة فايلر أو ثلاث لعيبة الأفيد للفريق في الطريقة اللي بيلعب بيها فايلر، كل اللعيبة كويسة، لكن المنتجين أكتر بالنسبة لطريقة فايلر، مين هم؟ يعني لو حكمنا انا شايف إليو ديانج يعني هو رقم واحد في الفتره دي. خد بالك في الفرق الكبيره مش هيثبت افضل ثلاث لاعبين عندك دايما. انا الاكثر انتاجا طبقا للطريقه، مش ما اقصدش ان هو طبعا يعني كلهم ما شاء الله واضح ان هو كلهم على مستوى واحد وهو قادر يعمل التوازن ما بين كل اللعيبه، لكن اكثر ثلاث لعيبه منتجين طبقا لهذه الفتره اللي فاتت اعتقد برضو التطور في ادائه زي ما قلت لحضرتك متفق معاك في موضوع عمرو السوليه وإليو ديانج، تطور في ادائهم اعتقد دول الافضل يعني. ايمن اشرف شوفوا مستوى عالي، ممكن مستوى عالي، انا اقصدش بس انا بتكلم على فتره طويله، ما قلتش الافضل، لا انا يعني ايه خلينا يعني الموضوع محتاج استمراريه شويه. صحيح يعني مش هحكم على اللعبه لو السؤال ده عشان انا اجاوبه، مش هقول مثلا ممكن يكون واحد كان متالق المباراه اللي فاتت وقبل كده كان يعني مستوى نقدر نقول مثلا جيد، انما مش جيد جدا ولا ممتاز. انما انا بدي الممتاز يعني، شايف الفتره دي هم الاثنين دول افضل اثنين. طيب المباراة اللي فاتت مروان محسن غاب وأجايب ابتدى، شايف مين يبتدي بكرة في قلب الهجوم؟ لو بتحط التشكيل لمباراة المصري غدا أجايب ولا هي مروان؟ هي برضو يعني طبقا اللي أنت شايفه من المصري، هي الرؤية مش كاملة، مش بهرب من السؤال بس الرؤية مش كاملة. لو أنا بتابع أحيانا بتابع التدريبات بس مش كل يوم يعني. إنما لا أنا أقصد طبقا للفريق المصري، يعني الفريق المصري هيضغط وكابتن ايهاب بيعمل شغل كويس قوي، قافل الملعب كويس قوي وبيتحرك ككتله واحده، مين المناسب في النادي الاهلي يلعب بكره طبقا لهذه؟ ما ممكن الاثنين يلعبوا الاثنين مع بعض، ممكن ما ابتديناش قبل كده اثنين هيجيبوا من الجناح، ممكن ممكن جناح، ممكن اجي يلعب في الجنب الشمال مثلا، ممكن يلعب تحت راس الحربه مكان اللي بيشغله دايما قفشه ممكن، بس يعني انا مش بهرب بسم الله، بس انا انا عايز اقول حاجه مقتنع بيها قوي. ماشي. انا مش مقتنع باجابه معينه. مش مقتنع بسؤالي. لا مش بالسؤال عفوا. لا لا ممكن تكون في حيره بس مش عايز اقول حاجه عشوائيه كده. لا طبقا انت قلت لي حاجات معينه مثلا طبقا في المستوى في المستوى انا قلت لك لا اللي فارق في الفتره دي بالذات هو التطور كبير وعمرو السوليه وإليو ديانج. قفشه انتاجه ليه يعني مش على قد مهارته؟ انتاجه كويس قوي جدا بس المهاره اللي عنده كبيره، محتاجين منه انتاجه يكون اكتر من كده بكتير. هو لازم يتحرك بدون كره اكتر من كده.
ويكون برضو الناحيه الذهنيه مجهز نفسه شويه وفاكر وشايف هو المهاره عاليه. بس احنا في اوقات بيبقى عندك ضغط خصم او بتاخد وقت في انك تسند وتشوف وتباصي. لا انا مش، انا عايز يبقى في جاهزيه اكتر من كده. رؤيتك عاليه شايف، وفي اوقات مش لازم كل مره استلم في رجلي، في اوقات عندك مساحات تستلم فيها من الحركه. ودايما الاستلام من الحركه هيساعدك حتى في اداء المهاره. تمام. يعني انا هصوب دلوقتي، لو انا بستلم من الحركه حتى لو حسند يبقى في لمسه وتصويبه هتبقى فيها اتقان اكتر. تمام. غير من الثبات، من الثبات وابتدي اتحرك حتى يبقى فيها يعني ادائك اسرع. يعني انا لو في تنافس وعايز ادي اداء سريع، لما اجي استلم من الثبات وباصي غير ما استلم من الحركه وباصي هتلاقي الريتم اسرع، سرعه الاداء اسرع. هو عايز دي، انا شايف لو يقدر يعني. ودي بقى انت احيانا بيبقى الاصلاح سهل، بيبقى حاجات موجوده عن ايه المشكله، ده عباره عن حاجه في ذهنيا، انك نوع من التفكير انك وقرار تاخده انك تتحرك بسرعه وادائك يبقى اسرع. حلو ماشي كويس. زي مثلا حسين الشحات احيانا بيسند ويبتدي يبص وبعدين يلعب. لا انا عايزه يبقى اسرع برضو من كده. غايب عنه السرعه الفتره اللي فاتت. لو عنده السرعه وممكن بياخد من السرعه غايبه. لا هو بيستلم السرعه بيتحرك وبياخد. حلو. يمكن قلت عند افشا محتاج برضو انه يستلم من السرعه، من يعني من الحركه. هو بتستلم الحركه بس انا عايزه يبقى سريع وهو بيستلم يبقى واخد القرار عشان تتاكد. ما استندش اروح واقف وابتدي افكر. الجزء من الثانيه هيفرق. ممكن لعيب بيتحرك لك وممكن يبقى بره اللعب خالص. طيب حضرتك كنت احد الجيل العظيم اللي جاب اول بطوله لافريقيا. شايف افريقيا دلوقتي زي افريقيا زمان ولا الموضوع اختلف؟ لا اختلف طبعا. هو دايما انا بقول الكلام ده بس الناس في ناس بتزعل مني. اللاعب لا طبعا انت بتلاعب المنتخبات. دلوقتي ما فيش منتخبات، لعيب دوليين ما فيش، قليلين جدا. ممكن لعيب يكون منتقل برضو من ده بيلعب دولي بيلعب مش عارف في جنوب افريقيا. انت كنا زمان اللي بتلعب غانا مثلا كوتوكو ده كوتوكو رهيب اسمه. لا كان رهيب، لكن في قوه ثانيه طلعت مثلا زي سان داونز. سان داونز عندها محترفين من اوروجواي وامريكا الجنوبيه. ممكن ده استثناء، انا بتكلم بشكل عام. وبرده مش هيوصل لمستوى اللاعب الدولي اللي هو اللاعب الدولي اللي بيلعب في الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الفرنسي والدوري يعني احنا دايما اقول برده يعني كوتوكو ده كان غير طبيعي. غير طبيعي. يعني انا شايف لو حطيت مقارنات بين الاجيال وبعضها انا بعتقد جيل الثمانينات ده اقوى جيل النادي الاهلي، لانه مع جيل السبعينات حصل اندماج بين بقى الجيل اللي سبقنا، كابتن اكرام وكابتن ثابت، كابتن مصطفى يونس، كابتن الخطيب، كابتن مصطفى عبده، وكل الناس طبعا. عذرا ان انا انسى حد. وجي بقى الجيل الجديد بقى اللي هو مثلا طارق ابو زيت وعلاء ميهوب وحسام البدري وربيع ياسين يعني كله واحمد شوبير مش عايز انسى حد برضه، زكريا ناصف وشريف عبد المنعم يعني انا شايف. لان انت البطولات كانت صعبه جدا جدا جدا. لان انت بتروح تلاعب مثلا كانو نيويندي فيهم 7-8 اساسيين في منتخب كاميرون. انت متخيل دي؟ لا عارف. في 83 مثلا ولا 84 انت بتلاعب 7-8 من لعبوا كاس عالم 82 تقريبا ما اتغلبوش، يمكن تعادلوا 3 مباريات. اعتقد الارجنتين وايطاليا ما اعرفش الفرقه الرابعه ايه. لا طبعا البطولات كانت اصعب بكتير. وبدون تحيز انا شايف الجيل ده اعتقد افضل اجيال جه في تاريخ النادي. طيب نرجع للدوري قدامنا عندنا فرق شاسع في يعني 10 نقط ما بين النادي الاهلي والمركز الثاني، لكن هبتدي بالقاعه كمان. عندنا اكتر من 6 فرق. بس اصل 3 مباريات. المقاول لعب 17 واحنا 14. صحيح. وفرق 10 نقاط. صحيح. وفي القاعه المنافسه محتدمه على الاخر، 6 فرق مهدده بالهبوط، 6 فرق بتواجه شبح الهبوط لو احنا بنتكلم في دلوقتي في خلاص هيبطوا. ارقام كتير جدا جدا كتير. يعني شايف كتير. واحنا النهارده احنا بنلعب كام مباراه؟ 34 مباراه. صحيح. تقريبا نص الجدول تقريبا خلاص داخلين على خلاص الدور الثاني خلاص. شايف ازاي؟ دي صعبه قوي. اكتر من انت بص الثالث من الاسفل يعني 11 14 14 اكيد 15 داخل 15 18 19 19 20 21. لا ده نص الجدول. صحيح نص الجدول. اسوان حققت مفاجاه 3 مباريات متتاليه.
رجعت بشكل بشكل جميل. كل التقدير للكابتن مجدي عبد العاطي الحقيقه واللاعبين واجيت الاداره ليها جزء كبير في هذا الانجاز يعني. واتمنى اسوان بلدي واتمنى لها كل التوفيق. وكابتن مجدي عبد العاطي يمكن اشتغلنا مع بعض في ام بي مع مستر مالدينوف موسم وكان موسم جميل طلعنا رابع الدوري. هو مدرب الحقيقه رائع وامكانياته كويسه وهو على فكره بيقدم بشكل كويس اسوان بس هو ما كانش فيه توفيق في النتائج. يعني ربنا عوضهم في النتائج في الفترات ديت. محتاجين ممثل اسوان يفضل انما في الدوري اللي كويس هو قبل. التنافس ده بي 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 طبعا ما فيش شك من اسفل بيبقى في تنافس على القمه لان فرقه بلعب على طول حتى لو بقى المنافس بتاعه متراجع في التدريب في الترتيب سوري في الترتيب الماتش هيبقى صعب لانه عنده هدف برضه مش عايز يخسر لانه في تنافس على مصر المقاصه كمان وضعها صعب جدا يعني في المنافس الثالث طلع الجيش وطلع الجيش بس كلام مصر يعني مصر المقاصه احنا بنتكلم دلوقتي بالترتيب هو خلاص هو وادي دجله ونادي مصر وادي دجله كمان اللي بيقدم يعني في موقع الهبوط كويس قوي يعني اداء كويس قوي بس المدرب بيلعب بطريقه واحده ممكن كنت بتناقش دايما مع زمايلنا مع كابتن ناجي خليل وكابتن حمدي برادي وكابتن صديق عم بيحصل بينا يعني الوادي دجله بيلعب باسلوب واحد كانه بيلعب فرق ضعيفه وبيهاجم بشكل يفتح الملعب لازم الناحيه الخططيه لا يمكن حتى لو الفرق الكبيره اللي على البطوله لا يمكن الناحيه الخططيه تبقى ثابته هو بيلعب باسلوب واحد خسران كسبان فرقه كبيره فرقه صغيره دايما فاتح الملعب المفروض في اوقات لازم الخطط دي تتغير واحنا بنشوف الارقام دي على الشاشه هل ترى ان الدوري انتهى وحسم للنادي الاهلي؟ لا هو عمليا ما حسمش انما الواقع بيقول كنتائج وكاداء يطمنك باستمرار هذا الاداء وهذا النتائج وامكانيات اللعيبه والجهاز الفني بنسبه كبيره بنسبه كبيره جدا الاهلي بطل الدوري بنسبه كبيره جدا ولن يحدث تغيير في الدور الثاني بشكل كبير في النادي ممكن حد يقرب نسبيا يعني بدل 15 مثلا نقطه يبقى 13 يبقى 12 اعتقد النادي الاهلي يعني ان شاء الله طبعا نتمنى يعني طيب. بس ده محتاج اللعيبه تستمر في هذا الاداء وفي هذا التركيز وهذا الاصرار وهذا الطموح طيب كل حاجه انا لما اكسر رقم جوزيه ويبقى عندي 18 مباراه او 19 مباراه ايه اللي عندي كلاعب كدوافع ان انا اكمل بقى ما انا خلاص الفرق كبير وكده وهلعب مباريات روتينيه ايه اللي ممكن دوافع تبقى عند النادي الاهلي او الجهاز الفني يديها للاعيبه النادي الاهلي ان هم يكملوا على نفس النسق لا ده هتريحك قوي في البطوله الافريقيه موضوع تدوير اللاعبين ده روتيشن ده لا هيبقى عندك حريه تقدر تعمله النهارده ممكن مباراه تقدر ببدلاء ممكن تحط كلهم بدلاء ايوه وانا بعتقد بدلاء حتى لو مش بسهوله ما نكسبش يعني انا شايف مستويات متقاربه هي الفارق الكبير ده ان شاء الله يؤكد حصولك على البطوله مستقبلا ان شاء الله وفي نفس الوقت موضوع تدوير اللاعبين ده في البطولات الافريقيه هتديك فرصه كبيره تبقى انت المميز الوحيد صحيح طيب واحنا بنشوف ده المكسب بتاع الفرق الكبير انك تدور اللاعبين في البطوله الافريقيه طيب احنا بنشوف الجدول بقى من تحت والترتيب من تحت لو فنيا الارقام بتقول ان في ثلاثه هابطين الى الان او المراكز الهبوط دلوقتي مصر المقاصه بتاريخها الكبير وادي دجله ونادي مصر فنيا انت شايف ومتابع توقعاتك لمين اللي هينزل السنه دي توقعاتك بعد نهايه الدور انا اسف نتقابل بعد نهايه الدور انا اسف بقول هو موقفه صعب نادي مصر مين اللي هيجي مع الاثنين ان شاء الله يعني ان شاء الله بالتوفيق يعني انا خايف الاجابه يعني صعبه ليها واقع صعب عن حلقة. انت خايف من الجمله لكن لا اكلم اللي انا مقتنع فنيا اقول اكلم اللي انا مقتنع بيه تماما انا قلت لك يعني نادي مصر هيبقى صعب جدا تمام انما بدايه من حرس الحدود الجونه اسوان طلائع الجيش طنطا مصر المقاصه وادي دجله 1 2 3 4 5 6 7 فرق هيبقوا متنافسين على في دايره الهبوط. فنيا ممكن مين اقرب للهبوط؟ فنيا ان شاء الله يعني فنيا لازم حد ينزل في الاخر بس يعني توقعاتك فنيا بناء على رؤيتك اللي شفتها. اعتقد نادي طنطا خبرات لاعبته طنطا دوري ممتاز ممكن ما تسعفوش يعني يمكن فرصه تكون اقل واعتقد وادي دجله يعني مع ان طنطا عنده جمهور وعنده لعب وليه تاريخ في الدوري على فترات يعني
بس انا شايف دول هيبقوا يعني محتاجين مجهود كبير قوي عشان ان شاء الله يقعد عشان يستمر. وادي دجله وطنط. وادي دجله وطنط ثلاثه. طيب بعد تغيير المدرب لوادي دجله وحضرتك كنت شايف انه بيلعب بطريقه واحده في كل مباراه فتح حفظ، هل ترى انه ممكن وادي دجله يلحق او عنده المقومات ان هو يلحق نفسه؟ من الصعب، هو الراجل ده اسلوبه بس هو عنده كفاءه فنيه عاليه جدا. خلاص بس ماشي. يعني انا متخوف اللي هيجي ما يكونش في نفس المستوى، ما يبقاش في ثقه بينه وباللاعبين، اقناع بينه وباللاعبين. احيانا الاداء بيبقى كويس ونتائج، بس انت ما بتلعبش على نتائج. هو مبسوط انه بيأدي بشكل كويس، بس زي ما قلنا الاداء مهم طبعا، بس انا بتكلم على اسلوب الاداء، بلاش اقول الاداء كويس، اسلوب هو بشكل جمالي بيبقى ممكن على حساب النتائج شويه. في اوقات بتلعب ضد فرق كبيره لازم تلعب تضايق المساحات شويه، تلعب زون ديفنس ان شاء الله في ثلث الملعب مش نص الملعب، ثلث الملعب الدفاع بتاعك. احرزت هدف او احرزت اكتر من هدف، محتاج تلعب تلعب بشكل دفاعي شويه تضايق المساحات، انما ما افضلش فاتح الملعب. يعني في متغيرات طبعا بتحصل سواء مع بدايه المباراه قبل ما تلعب بتغير التكتيك او اثناء سير المباراه، نتائج المباراه لازم تغير. حتى الانديه الكبيره احيانا بتلجا انها تغير شكلها. ايه المشكله؟ ايه المشكله ان النادي الاهلي مثلا بيلعب مباراه صعبه وحتى يعني من الناحيه التكتيكيه، انا لو النادي الاهلي مثلا بيلعب في افريقيا مثلا مباراه قويه واحرز هدف هنا هدفين، ايه المشكله انه يلعب بزون ديفنس؟ بل بالعكس دي في الناحيه الفنيه هتدي مساحات لي في الهجمات المرتده. يعني احيانا الشكل الدفاعي بيديك ميزه وبيديك قدره انك تقدم شكل هجوم بشكل مثالي. يعني انا لو بلعب ديفنس بزون ديفنس في ثلث ملعب وفرقه بتهاجمني، انا هلاقي مساحات، هلاقي مساحات كبيره العب فيها. بالعكس يعني ما يقولكش ده بيدافع، لا انا بدافع بلاقي مساحات على المنافس وفي نفس الوقت هتديني فرصه كويسه ان ادي الهجوم بشكل كويس. كويس جدا. يعني هو كان بيلعب بطريقه بعيدا عن امكانيات فرقته، يفتح فاتح الملعب كل الناس في الناحيه الهجوميه كويس بيأدي بشكل كويس، بس الدفاعيه مساحات كبيره لازم. طيب رحيله ان شاء الله رحيله هيساعد ولا هيساعد الفرقه؟ ممكن مش متفائل. مش متفائل. طيب لا نروح بقى للشق تاني، المنتخب المصري مجموعتنا في كاس العالم ليبيا والجابون وانجولا وطبعا اضافه طبعا المنتخب المصري، شايف المجموعه ازاي؟ مباراة توجو هتقام على استاد القاهرة ان شاء الله، يعني ان شاء الله بحضور جماهيري، شايف المباراة ازاي وشايف المجموعة ازاي؟ المفروض تحت اي ظروف احنا المفروض؟ المفروض المفروض، لكن الواقع الواقع المنتخب ما بيتجمعش كتير، لازم مش حاسه لازم نحس بيه شوية، ولازم اللاعب الدولي يحس بنفسه من الدولي. الموضوع مشتت عند اللعيب نفسهم، الموضوع مشتت. يعني لو سالت واحد مثلا احنا متخيلين هو اساسي، طب انت ايه وموقعك ايه؟ انا مش عارف هلعب اساسي. فاهم انت؟ هي ظروف المباراه المضغوطه بس انت مش حاسس المنتخب ليه اولويه، لازم يكون ليه اولويه. انا عايزك انت مش حاسس قوام للمنتخب تقف؟ لا مش حاسس ولا اللعيبه حاسه. يعني زمان كنت ممكن تقول الراجل اللي ماشي في الشارع ده تقول له مين اللعيبه الاساسيين في المنتخب، ممكن يقول لك 70 80 مين في الاهلي ومين في الزمالك ومين في مين يقول لك تشكيل بنسبه 80 90%، هو راجل يعني مشجع بس. يعني احنا ما نعرفش حتى الناس اللي شغاله في الكوره مين هي، مين حارس، مين قلب دفاع، مين ظهير. انت شايف حاسسها؟ يعني حضرتك حاسسها صعبه. انا هنا كي مين وسط الملعب، مين اللي هيلعب مهاجم، طريقه اللعب ايه. فهي يعني انا لازم حسام، يعني كابتن حسام البدري يضغط شويه على اتحاد الكوره ان المنتخب ليه اولويه. لازم يكون على الاقل في كل فتره في تجمع، في تجمع في شهر مارس اهو. بس بقالنا كتير ما جمعناش. حتى لو حساب الانديه في المباريات المحليه ممكن يستثنى، يعني لعيب موجود في معسكر المنتخب وعنده مباراه على المستوى الافريقي لا يروح يلعب مع فرقته ما فيش مشكله. انما هنلاقي على الاقل 70 80% مش شغال، يعني في نسبه ما عندهمش مباراه افريقيه في اليوم ده في خلال 3 4 ايام. يقدر يجمعهم ويقدر يعني يحط بشكل ومحاضرات نظريه وشغل، يركز طبعا على النواحي التكتيكيه، مش هيركز على النواحي يعني بدنيه، ان اللعيب جالك جاهز وبيلعب وبيأدي وكويس جدا من الناحيه البدنيه. انت اسلوبك طريقتك انت بتتابع، انت الجهاز الفني بيتابع، بنشوف الماتشات بيتابع اللاعيبه الدوليين، انت مش بتكتب ملاحظات على اللعيبه اللي انت متخيل هتاخدهم؟ تمام اكيد في عيوب في مشاكل، انت محتاج تقعد معاهم، تعالى
ويتكلم معاه نظري ومحتاج يشتغل معاه عملي، اكيد هيشتغل على النقطه ديت في النواحي الخططيه، لان دي اهم حاجه اللي يقدر يتعامل معاها في الوقت الضيق الجهاز الفني مع اللاعبين. فمحتاجه تجمع يا اخي، يوم كل اسبوعين حتى، يعني مش لازم مباراه وديه انا اتجمع فيها واعمل معسكر ست ايام وعشان مباراه. التجمع ده لا يقل عن مباراه الوديه، بل بالعكس هيبقى عندك وقت كويس على فترات متقاربه انك تعمل محاضرات فنيه تقدر نظري. مهم جدا، مهم، مش نظري ومعاك اجهزه وتجيب لقطات وماتشات وبتاع وتشرح للعيب تعال انت المفروض تعمل كذا 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 وعندك النقطه دي كذا 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 والماتش الجاي لازم تصحح النقطه دي عشان تستمر معاه وتتكمل معاه لعيب دولي. ولو عندك طموح تلعب اساسي لازم الحوار يبقى كده مع اللعيب، عندك طموح انك تلعب اساسي لازم العبده تتخلص منها. انت حسين الشحات اساسي في منتخب مصر المفروض، لا لازم يبقى عندك واحد واثنين وثلاثه لازم تحسنه. انت عندك ماتش ايه؟ انت بتلعب مع النادي الاهلي وعندك مباراه المصري، لازم انا جاي اتفرج عليك واشوف حسين وغيره 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 كل اللعيبه الدوليه اللي في كل لازم يبقى في حوار. ممكن الكابتن، يعني انا باكد اعتقد ممكن، يعني اكيد الكابتن حسام بيعمل كده يعني وليه تواصل مع اللعيبه، انا ما بقولش انا ما اعرفش بس اكيد بيعمل كده، انما اقصد التجمع بقى كناحيه عمليه لازم يكون موجود ولازم اتحاد الكره يساعده. اهم لو فرقه تضغط وكل مره ممكن اتخلى عن لعيبه الاهلي مثلا مضغوطين، انما لعيبه الاهلي مش كل المنتخب، لعيبه الزمالك مش كل المنتخب، لعيبه الاسماعيلي مش كل المنتخب، لعيبه بيراميدز مش كل المنتخب. ان شاء الله عناصر 60% انا اغطي 60% في المعسكر ده، وبعد اسبوع اعمل معسكر اغطي بقيه اللاعبين. يعني انا حتى اراعي في توقيت المعسكر مباريات المهمه للفرق. يعني النادي الاهلي عنده مباراه صعبه ومحتاج اللعيبه الدوليين في المنتخب، لا خلاص ان اقدر انا اجمع بتوع الزمالك والاسماعيلي وبيراميدز مثلا يعني. وطب الاسبوع اللي بعده، لا الاسبوع اللي بعده لازم اجيب لعيبه الاهلي، لازم اختار موعد اقل تاثيرا وتضررا من لعيبه النادي الاهلي. تمام. ولازم في النهايه برضو يكون في حوار مع التواصل مع الاجهزه الفنيه، لازم تتكلم. ارجع لكلمه المفروض وتتابع التدريب، انت لازم تتابع. انا مش بقول كده ان الكابتن حسام اكيد بيعمل كده، انا بحط الرؤيه اللي انا شايفه. يعني اللي انت شايفه حاجه ودي احنا حاسينه حاجه، ما هو لو في حاجه بتحصل هنعرفها. لا ممكن حاجات ما تعرفهاش، يعني ممكن الموضوع لا يتوقف. المتابعه اللاعب الدولي ال 40 اللي حضرتهم في ذهنك لا تتوقف على المباريات الرسميه بتاعته. في مباريات وديه تابعه، في تدريبات تابعه. وايه المشكله تروح النادي وتقعد معاه؟ ايه المشكله تستاذن من الاداره؟ انا عايز محتاج بعد التمرين محتاج حاجي وسمحت يا كابتن كذا، رايح النادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، وانا هقعد بس اجتمع بلعيبه المنتخب. ايوه هجتمع بلعيبه المنتخب وانت تعرفهم؟ لا هو عنده رؤيه طبعا، هو ما اعلنش عنها. لا رؤيه واسعه شويه. يعني ايه رؤيه واسعه شويه؟ هو مش 25 في معسكر ولا 22 بس، لا هو عنده رؤيه 40. ممكن اكيد عنده رؤيه، هو محدد. طب ارجع لكلمه، بص يا كابتن طول الوقت طول الوقت انت بتعمل ايه؟ يعني انا احساسي طبعا لو انا هعمل كده، يعني انت النهارده في عناصر اساسيه لا خلاف عليها كل مره بيزيدوا. انا عندي 13 لعيب في المعسكر، احتمال ده يتفوق هيبقى 14 هنا وهنا، بقوم 15 بقوم 20 بقوم 25. لا ده انا شايف ما عندوش استمرار في الاداء هستبعده. انت لا طبعا في اسامي في ذهنه وفي عدد في ذهنه اكيد. هو هيروح بالذهن؟ لا بالناحيه العمليه، ما احنا قلنا بس زي ما احنا في سنة نرجع للمفروض. أيوة. قلت المفروض في الاول، المفروض دي تحتمل تاويلات كتيره جدا، اهمها انك مش متفائل. متفائل كمجموعه بس استمراريه لا هيبقى صعب. انت بعد المجموعات هيبقى في 10 فرق واصلين. تمام. صحيح. وهتلعب مباراه ذهاب وعوده نظام 2014، ممكن يجي في قرعتك فرقه جامده الكاميرون. ده لازم، احنا 10 على رؤوس المجموعه لازم هيجي لك 10، لازم هتقع في حظ واحد، لازم فرقه تقيله. بالظبط. ما هو نظام 2014 اللي كنا مع الكاميرون فيها وخدنا سوري مع غانا والنتيجه الثقيله 6-1. وفي نقطه مهمه كمان خد بالك، المستوى الصف الثاني اللي كنا بنعتبره من 10 سنين صف مستوى ثاني، لا دخل في المستوى الاول. يعني كنت انت بتقول فرق بعينها غانا نيجيريا والكاميرون دول احسن فرق، ما في فرق برضو لا تقل اهميه. يعني ممكن يكون اللي فاتت دخل لك الجزائر كان بعيد عن التنافس، هوب راح داخل بيمثل مستوى اول. ممكن الكونغو مش عارف بيمثل، يعني يمكن زي دي مش حاضر قوي مع كل الفرق. بس في فرق دخلت معاك بكتار كتير انت جدا. لو بتعمل حساب لثلاث فرق النهارده بتعمل حساب لسبع ثمان فرق، فالتنافس بقى اصعب. طيب اديك حاجه ايجابيه،
يعني المفروض اللي انت قلتها بتدي شيء او منظور سلبي للفتره اللي جايه، خايف على المنتخب المصري، لكن برضو احنا عندنا اسماء كبيره. ده محمد صلاح احسن 5 لعيبه في العالم، عندنا تريزيجيه طالع بسرعه الصاروخ كويس قوي وبيتطور، عندنا كوكا برضو ماشى كويس بعد انتقاله للفريق الجديد واحرز هدف يعني، فعندنا اسماء ممكن تشيل اللعيبه دي. هل ده يديك ايجابيه على الفتره اللي جايه؟ ما الفتره اللي فاتت كلها ما فيهاش توفيق. كاس العالم طلعنا كام؟ المركز 35 بقى من 36 فرق. هو احنا كنا عايزين نصعد لما صعدنا البطوله الافريقيه على ملعبك، طلعت من دور الثمانيه، شكلها شباب كان عندك طموحات. لازم نحس بحاجه، يبقى لازم الاهتمام يزيد، التجمع يزيد، التركيز يزيد. انا ما احبش انا المسؤول يبقى قاعد مريح، يعني انت هو المسؤول عن المنتخب ده، اللي مش الجهاز الفني بس، الاعلام مسؤول ليه دور، مش كده ولا راح بس الاعلام ليه المسؤول؟ انت قلت المسؤول، لا الاعلام المسؤول قاعد ومريح، الاعلام بينقد، حدد المسؤول قاعد ومريح ما بيعملش الاعلام. لا يا ما اقصدش يعني، لا اقصد مش معنى ان انا بقصد الاعلام اللي هو ما بيأديش دوره. انما انا اقصد يعني الاعلام ليه دور، انت بتنقد ولازم تنقد بضمير عارف. تحط انا صحيح. انا مدرب المنتخب واشوف نقد كويس موضوعي هستفاد منه ولا مش هستفيد؟ هستفيد طبعا. مفيش شك، ما كل الاحترام لاشخاصهم، لكن انت شايف المسؤول ما بيأديش دوره؟ لا احيانا انا اقول لك الحاجه اللي انا ما بتكلمش على المنتخب، بتكلم بشكل عام. احيانا دايما ايه الناس تقول لك الجهاز الفني، هو الجهاز الفني هو المسؤول بس؟ اتحاد الكره مسؤول، بالاعلام مسؤول، ما احنا بنتكلم عليه، ما مسؤولين الانديه مسؤولين ومدربين الانديه مسؤولين والانديه مسؤولين وما يأدوش دورهم؟ لا كل لازم كله يؤدي دوره. ما انا ما حملش المسؤوليه على الجهاز الفني وحسام البدري والمجموعه بتاعته، لا انا كمثلا كمجلس اداره الاتحاد لازم اكون شاعر بنفس الشعور بتاع حسام. أنا لازم اكون ايه اللي بيحصل، لا لازم نعمل له كذا، لازم نعمل له كذا. مش لازم هو اللي يبادر بيها، انت ممكن اتحاد الكوره يبادر بحاجه نقطه هي غايبه عن الجهاز الفني ويكون في صالح الفريق، اي حاجه في تعديل، ايه المشكله؟ بعيد عن الناحيه الفنيه، كناحيه تنظيميه، كناحيه اداريه، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ لازم كله يتضافر. نعاني في فتره كاس العالم بقليل من الاحترافيه، عانينا في كاس الامم بكثير من عدم الاحترافيه، ثم دلوقتي موضوع محمد صلاح مع المنتخب الاولمبي. اعلن كابتن شوقي غريب انه هيضم محمد صلاح، رد عليه المحامي محمد صلاح انه لم يحسم الامر بعد. كلوب قال يعني ما اعرفش الفتره دي هيكون فيها استعداد للموسم الجديد، اتمنى يعني محمد صلاح ما يروحش. كل ده في جو من عدم الاحترافيه، ليه المسؤول اللي انت قلت عليه ما يروحش ويتفق ويخلص ويبقى فيه قرار؟ طبعا هو لازم الاتفاق يكون من فتره، بس هو فاضل ده مزيد من عدم الاحترافيه؟ هو ده سؤالي، هل هذا مزيد من عدم الاحترافيه؟ لا انت قلت نقطه مهمه إيه؟ ان ما تعلنش غير ما تتفق. ايوه ما انا بقول سؤالي بقى واضح، ده المسؤول اللي انت كنت بتتكلم عليه من شويه، هل هو مزيد من عدم الاحترافيه في طبعاً. اداره الكره المصريه؟ طبعاً. طبعا انا دلوقتي مسؤول، احط نفسي في موقف يورجن كلوب. تمام، انت بتعلن وبعد كده بتجيلي تتفاوض معاه، صحيح هيبقى التفاوض اصعب طبعا، ان انت بتحط لي قدام امر واقع وبتفرضه. انما قبل ما تعلن اروح اتفاوض ورايك وكذا وكذا ونتفق، هل ممكن يلعب مباراتين ولا يكمل نهايه الدوره؟ هل ممكن يجي يتاخر مباراه ويجي بعد مباراه رسميه؟ تقعد تتفق، تحترم الناس قبل القرار، ما احطش انا القرار وتعلنه وبعد كده تيجي تتفاوض مع المسؤول، طب ما هيعاند معاك طبيعي. طيب احنا بنتعامل مع صلاح بانه انت في ايه يا عم، انت تيجي المنتخب يعني ده منتخب مصر، ايه يا عم احنا بنتعامل معاه بالطريقه دي وما بنحترموش احترافيا؟ طبعا احترافيا ولا هو مفترض يكون العكس؟ لازم تنهي التفاوض مع المدير الفني واداره نادي ليفربول، ولازم تنهيه مع قبل ما تروح للرونج كلاب، تكون مخلص الاول مع محمد صلاح رايه ايه؟ دلوقتي يا كابتن البطوله كذا، هو الراي ينفع في المنتخب؟ ايه؟ هو الراي ينفع؟ لا لانه ممكن النادي ما يوافقش من هذا المنظور يعني. ما انا ما هو برضه هي خليها تسلسل يا كابتن، خليها تسلسل، ما كل حاجه فيها تسلسل. حاضر، يبقى انا الاول هاخد موافقه محمد صلاح. تمام مش لازم اروح اقول لورن كلوب ان صلاح موافق، لا طبعا. بس انا بعتمد على حاجه، ان هو لو فتح محمد صلاح التفاوضات هتبقى اسهل. واخد راي ونقول موافقه، خلينا متفائلين، موافقه يورجن كلوب، وبعد كده اهل القرار. توافق انت اخدت موافقه يورجن كلوب وجا محمد صلاح قال لك مش موافق، ده يورجن كلوب يزقطط،
هو ممكن يجاملك او يحط يخش في مخاطره، انما لو قلت له القرار السليم 100% يقول لك لا ما يروحش. بس هو في نقطه لازم اشرح اذكرها من الناحيه العمليه كده. اتفضل. بص انت بتحط برنامج، انت ما بتحطش برنامج فريق. انت في الفتره دي هتحط برنامج خاص لمحمد صلاح. تمام، بحيث يبقى في التوب فورم بتاعته في فتره اقامه الدوره الاولمبيه عشان النادي يستفيد بيه، وفي نفس الوقت في التوب فورم مع بدايه الدوري الانجليزي القوي جدا. فلازم الجهاز الفني لليفربول لو اخذوا قرار بان فعلا موافقه صلاح وموافقه الجهاز الفني واداره ليفربول لازم يقعدوا مع بعض يتفقوا فنيا الاعداد هيبقى فين وهيبقى ازاي ومين المسؤول عنه. وانا شايف الاعداد السليم يكون لنادي ليفربول لانه النادي الاساسي بتاعه. يعني يحط فتره الاعداد بتاعته حتى لفتره الاعداد تجهيز للدوره الاولمبيه الجهاز نادي ليفربول. هو الافضل، هو العلمي بلعبته، هو على المستوى الفني اكيد افضل من مستوى المنتخب الاولمبي، معلش مع احترامنا ليه. تمام، يبقى يحطوا ويتفقوا على بحيث يبقى هو يوصل للتوب فورم هنا ويوصل للتوب فورم هنا. تمام، ما يتاثرش حتى من الناحيه النفسيه والمعنويه والذهنيه والتركيز. ادي دوره اولمبيه بشكل جيد، انا عامل اعداد كويس واقضي في نفس الوقت معمول لي اعداد كويس بحيث ابقى في التوب فورم، يبقى ابدا مباراه الدوري الانجليزي وانا في الحاله الفنيه في التوب فورم بتاعتي. تمام، كنت عايز اقول حاجه مش عارف هي ازاي. طبعا لما تيجي فالتخطيط ده مهم جدا وضعه بالتعاون وبعدين حاجه كويسه انك تدي فرصه ان هم يكونوا مسؤولين عنه. ممكن يقول لك لا انا عايزه يغيب اول مباراه، انا دوري المجموعات مثلا كانت مجموعات في ثلاث مباريات انا هلاعبه، هحط التخطيط فتره الاعداد للدوري الانجليزي بتاعتي انه يلعب ماتشين بس او يلعب ماتش ورايح ايا كان. لازم يبقى في اتفاق كده. يعني انا عايز اوصل برضه، وانا بعتقد ان انا بقول كلام هو ما اتعملش صح وممكن ما يكونش في الذهن صح. انا بقول يعني لو ما اتعملش قد يكون وجهه نظري سليمه وياخدوا بيها. طيب هو وبعتقد انها سليمه. استكمال طبعا معانا مش متفق. ما انا جاي لك اهو في الكلام. طيب. عشان استكمال، عشان نوصل لنقطه بشكل دقيق للساده المشاهدين. اي فتره اعداد بديله احمال بدنيه معينه عشان اقدر اكمل بها الموسم. يورجن كلوب ما قفلش الموضوع تماما، حتى المحامي بتاعه محمد صلاح ما قفلش الموضوع تماما. الموضوع مش رفض منتخب مصر، ولا عشان برضه نحط النقط على الحروف. الموضوع ان هو اتفاقات زي ما حضرتك قلت، انه هتقدر اديله احمال بدنيه قد ايه في الوقت ده، هديله ماتشات قد ايه في الوقت ده، هديله تدريبات لو احنا اتفقنا عليها. انا لعيب، انا ما اقدرش اقول لا. هو ده بعتقد وجهه نظر ليفربول، وده وجهه نظر كلام سيادتك. بص يا كابتن، بص احنا اتفقنا عشان نتكلم كناحيه خططيه يعني في المستقبل، اتفقنا ان اللي يحط فتره الاعداد نادي ليفربول او المسؤولين في نادي ليفربول. تمام، هو لما ينتقل للمنتخب انا المفروض هيبقى في اوقات هو مش مع الفرقه في نفس البرنامج. ممكن يكون اقوى، ممكن يكون اقل. صحيح. ممكن يكون النوعيات هيعمل هنا تحمل، هيعمل هنا سرعه. لازم اللي يحدد كل الجرعات والاحمال التدريبيه هي زي ما قلنا نادي ليفربول. على بقى الاجهزه الفنيه او الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي ان هو يشوف النهارده الخميس ده مع ايه؟ عنده تدريب مع المنتخب الاولمبي. طب اطلع بقى التخطيط بتاع الجهاز الفني بتاع ليفربول انه حاطط يبقى لازم امزج بحذافيره. النهارده هو هيعمل سرعات 10 دقائق، هيعمل تحمل 10، هيعمل تصويب، هيعمل جري مش عارف بدون كوره، هيعمل رشاقه مش عارف ايا كان. يبقى لازم احط الجدول ده المخطط له داخل الفريق. لو هيتعارض مع التدريب اللي انت حاطه، لان المفروض التدريب مختلف، ده تخطيطه غير تخطيط ده. ده تخطيط هيلعب بطولتين متتاليتين في توقيت معين. صحيح. لو اقدر اخليه متفق كله ماشي، جزء من التدريب ماشي، انما في اوقات كتير لازم هالتدريب فردي. عشان يبقى في امانه في الجهاز الفني بتاع المنتخب الاولمبي يمشي على التخطيط بتاع ليفربول ان هو الاصلح للاعب. مفيش شك. هم بص يا كابتن، في نقطة مهمة جدا، هم خلينا نعترف دايما ان في اوقات لازم اقول للناس بتفهم احسن. هم مين؟ الجهاز ليفربول. ماشي. ليفربول. ماشي. يعني طبيعي
طبيعي مستوى القدرات الفنيه وعلميه وكله، وكان هو احسن مننا. كان مره انا جت في ذهني حاجه بس اقولها عشان اوضح النقطه دي. انا لما لعبت درجه اولى، قبل ما العب درجه اولى ما كنتش بلعب درجه اولى، انا لعبت فجاه تمام. فجاء مستر هيدوكوتي كان قاعد شهرين، مستر كلوشيه استولى المسؤوليه وجاي قاعد معاه شهرين عشان يساعد. فقال لهم عليا كابتن مارس استغرب، ساب الناس، ساب كل اللي كانوا بيلعبوا ويتمرنوا مع الدرجه الاولى، بيطلعوا وينزلوا اساميهم معروفه ولعبوا منتخب ناشئ، وهو اختار نادر. قال له لا محمود كويس بس الكابتن دايما اقول اذكر النقطه دي في اوقات في يعني في توقيتها يعني تكون مناسبه للكلام. الكابتن احمد مالك كان رده جميل جدا، قال لي بس ده كنت بيفهم احسن مننا، يبقى هو صح. ما قالش ايه ده، هو يعني انت اختارك وانت احسن، ده في فلان احسن منه. قال لا، قال لي دكوتي بيفهم احسن منه. فبتوع ليفربول بيفهم احسن منه. ده افضل ختام. دكوتي بيفهم احسن، وهو كان من احسن الجماهير، احسن المدربين. لازم تكون عادل في تقييم نفسك وتقييم الاخرين. ما تعيش. لا النهارده انا يعني لو انا مدرب مش هقول مثلا زي الكابتن انور سلامه مثلا يعني. فاهم يعني بقى جيب زي الكابتن انور سلامه، لا لما يقول كلامه بعترض، لا يبقى هو اللي صح مش انا. صحيح. يعني خلي في عدل في تقييمك مع الاخرين. والمدرب الصغير لما يجي المسؤول عنه مدرب قطاع ناشئين ويجي فلان اقدم منه يقول له اعمل كذا، خد الكلام مصدق، هو بيفهم احسن منك. ما تقولش لا كلامه اي كلام، لا انا بفهم احسن. لا. عشان تتعلم حلقات هتتعلم، وحتى في نفس الوقت ادائك هتتطور، هتبقى مدرب كويس. اشكرك. هم بيفهموا احسن مننا. اشكرك. اشكرك دكتور محمود صالح، رئيس لجنه اكتشاف المواهب في النادي الاهلي ونجم النادي الاهلي، بشكرك شرفتني. الله يخليك، سعيد كنت معاك وحمد لله على سلامتك ونورت الشاشه. اشكرك اشكرك. ما تروحوش في اي حته لانه بعد الفاصل هيكون معاكم زميلي المتميز محمد سعيد ومعاه الاستاذ كريم سعيد، سعيد وسعيد، واحنا ان شاء الله ايامنا كلها سعاده، ربنا يخلي ايام كلها سعاده. المتعة مستمرة مع محمد سعيد وكريم سعيد، وبعديها كمان ملك وكتابة، يعني سهرة ممتدة مع المتعة. أما أنا فأستودعكم في أمان الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، والفقره الحواريه الثانيه من برنامج الاهلي الليله في ختام هذا الاسبوع. بالتاكيد ده فقره مهمه جدا، فقره هنتكلم في قضايا، هنتكلم في ملفات، هنتكلم في الكوره كمان بشكل فني وارقام وحاجات مهمه جدا بالنسبه للمشاهدين خلال الفتره الجايه، خاصه ان شهر ابريل او شهر فبراير مليء بالاحداث الكثيره، مباريات محليه، مباريات افريقيه، فبالتالي رزنامه واجنده مليئه بالمباريات الكبيره اللي بالتاكيد هتكون حاسمه في بعض الملفات المتعلقه بنهايه هذا الموسم، لكن كلها جت مبكرا سواء في السوبر او في الدوري او حتى المعترك الافريقي مباراه سان داونز بطل جنوب افريقيا. لذلك في هذه الفقره برحب باحد نجوم التحليل واحد المحللين اللي بجد انا على المستوى الشخصي بسعد دايما لما بسمعه لما بتفرج عليه، وبالتاكيد النهارده بسعد بوجودي معاه لان النهارده هنقدم وجبه كرويه دسمه فنيه وتحليليه عن المستجدات الرياضية وعن كرة القدم أيضا بشكل خاص. ضيفي وضيفكم الناقد الرياضي ورئيس تحرير موقع يلا كورة الأستاذ كريم سعيد. أستاذ كريم منور الدنيا وسعيد جدا بوجودي معاك. مساء الخير يا محمد، ومساء الخير كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، وسعيد جدا جدا أن أكون معاك على الهواء. طيب طبعا احنا بنتكلم في توقيت مهم جدا لأن نعم. الجماهير خلال هذا الشهر تحديدا شهر فبراير طبعا كل الأحداث الإفريقية والعربية والمحلية جاية في هذا الشهر. نعم. وكأنه هو نهاية الموسم اللي هيبقى في شهر مايو. صحيح. لكن شاءت الظروف والأقدار سواء نعم. في ترتيب المباريات أو كده. نعم. مباراة المصري بكرة. أي. مباراة صعبة. طبعا. بتحاول تكمل سلسلة الانتصارات. طبعا. عندك مباريات قمة مع الزمالك في السوبر والدوري. نعم. أولا برؤيتك شايف الأحداث دي وشايف المباريات دي بتوقيتاتها، كيف تنظر لها وكيف تقيمها في هذا التوقيت؟ شوف طبعا النادي الاهلي كعادته بيلعب على كذا صعيد في نفس الوقت، يعني النادي الاهلي دايما متعود ان هو بيلعب في الدوري وبيلعب في افريقيا، وساعات كان ماتشات الكاس كمان كانت بتخش ما بينهم، وبالتالي النادي الاهلي المفروض هو من الانديه في بدايه الموسم هو حتى بيختار قائمته دايما بيختار قائمه ان هي تقدر يعني في اخر الموسم يلعبها كلها. النادي الاهلي بيحاول في اخر الموسم ممكن تلاقي ان ال 30 لعيب كلهم لعبوا، حتى كمان بالخمسه المتأيدين جداد السنه دي، احنا بنتكلم على قائمه 35 لعيب. احلى حاجه في النادي الاهلي السنه دي ان فعلا فايلر اثبت ان الروتيشن مش اجهاد.
احنا متعودين الكليشيه بتاعنا او احنا تربينا على كده بصراحه، المدير الفني لما بيعمل روتيشن او بيعمل احلال وتبديل في الموسم ده بسبب ان هو عايز يريح بعض اللعيبه، وعشان كده اللعيبه الاساسيه اللي عنده بيبقوا مجهدين. لا، الراجل غير لنا المفهوم عن الروتيشن، ان انت النهارده بتعمل روتيشن عشان البديل يبقى زي الاساسي. بدليل المباراه الاخيره قدام نادي طلائع الجيش، واحده من امتع المباريات بصراحه. بعيد ان انت ممكن تبقى بتحب الاهلي او ما بتحبش، بتشجع الاهلي ما بتشجعش الاهلي، الماتش فعلا بتتفرج عليه ماتش ممتع، ماتش ممتع. بتتكلم تقريبا كل دقيقه في هجمتين، يعني مش بقول لك بس هجمه واحده، حتى نادي الاهلي في بالظبط قعد 4 دقائق في نهايه الشوط الاول عمل هجمه كومبو كده، عارف اللي هي هجمه بتروح من منطقه جزاء نادي الجيش ترتد، نادي الاهلي يسترجعها يوديها للطرف تترفع، نادي طلائع الجيش طلعها ترجع تاني. فده بيوريك ان النادي الاهلي، وكمان النادي الاهلي ساعات في المباراه دي كان مريح ناس كتير يا محمد. فانت بتتكلم ان طبعا يعني هستعرض مثلا مفهوم الروتيشن في ماتش الجيش، بس اللي عايز اقوله يعني الشهر ده النادي الاهلي بيستفيد من اسلوب فايلر، ان انت عندك مباراه المصري، بعديها مباراه السوبر، بعديها مباراه الدوري اللي لسه الله اعلم هتتلعب ولا لا، واخيرا طبعا مباراه الذهاب قدام سان داونز، وهي المباراه اللي كلنا طبعا بنستناها اكيد. طيب دخلت في موضوع مهم جدا. نعم. وانا من وجهه نظري ومن خلال وجهه نظر كل المتابعين والمحللين ان انتصارات الاهلي مش في الثلاث نقاط، انتصارات الاهلي في القيمه الفنيه مع مدرب بيغير فلسفه الكره المصريه في الفتره الاخيره. طبعا فكره ان هو يستبدل 4-5 لاعبين في مباراه طلائع الجيش، الايقاع واحد بل بالعكس زاد في المباراه، التغييرات الهجوميه غيرت في المراكز وبدلت فيها ومع ذلك الايقاع زاد اكتر والفرص زادت اكتر والاهداف ونسبه الحاصل 3 اهداف زادت. نعم. ما تاثرتش باي شيء، والراجل قال في تصريحاته للمؤتمر الصحفي ردا على هذا الموضوع قال بتعامل في الحاله الذهنيه اولا والتركيز الشديد والتعامل الفني مع التيم بالكامل، لا في فرق بين لاعب اساسي واحتياطي. طب بص، طبعا فايلر في مؤتمراته بقت يعني مؤتمراته بقت حلوه ممتعه زي جدا. الماتش لا بص مؤتمر فايلر بصراحه بيفكرني بمؤتمر مانويل جوزيه، واحد من المؤتمرات اللي انت بتستناها عشان تسمع جوزيه لحد ما عارف كان ايه، كان صدامي شويه مع الساده الاعلاميين، فكان الناس بتحب تتفرج عليه عشان الحته دي. انما فايلر لا، فايلر احلى حاجه فيه بصراحه ما بيدكش اي رياكشن، بيدكش اي دليل على شغله، لا ما بتعرفش، هو بيديك كلمه عامه وما بيحبش الكلمه الفنيه خالص. بس تعالى وانت كده سريعا نمثل ان احنا الجهاز الفني للنادي الاهلي بنعمل سكاوت لماتش الجيش قبليه، ونفهم الخمسه اللي فايلر غيرهم دول وبدلهم كان فعلا بيريحهم ولا فعلا نزل الناس الجديده لاستفاده فنيه. ببساطه نادي طلائع الجيش احنا طبعا عارفين نادي طلائع الجيش كابتن عبد الحميد بسيوني طبعا مدرب ممتاز جدا ومحترم وله عقليه جميله طبعا كلنا بنحترمها. هو بيلعب بالباك يمين بتاعه عبد الرحمن زولا، واللي يعرف زولا من ايام بتروجيت عارف ان هو بلاي ميكر، يعني اللي هيعمل تحليل للفريق ده هيعرف ان الراجل ده اصلا كان بلاي ميكر. حتى انت لما تبص لجسم زولا صعب قوي ان انت تحطه في الباك، يعني هو موظفه السنه دي الكابتن عبد الحميد بسيوني لما جه بدل الكابتن طارق يحيى. ونشوف عبد الرحمن زولا عنده مشكله في النقطه الدفاعيه، انه دايما بيطير، هو طبع اللعيب يا محمد المهاجم بيتخيل دايما مهما تحطه فين هو دايما هيجري هيطير وعايز يرقص المهم انا ببساطه لو جينا عملنا الشو اللي احنا عايزين نمثله ده وشفنا اكتر حته انت عايز تلعب عليها في فريق طلائع الجيش تلعب على الباك اليمين. ليه؟ لعيب ضعيف بدنيا، لعيب بيطير كتير وبيهاجم، فهتحتاج عليه لعيب سريع. لما نيجي نبص كده اسرع لعيب في اطراف النادي الاهلي والمهاجمين مين هو؟ جيرالدو اساسي احتياطي. مش ده السؤال دلوقتي، احنا بنسال سؤال محدد ومباشر، مين اسرع واحد عندنا؟ جيرالدو. يبقى ببساطه تحديدا في الجبهه اليسرى بالظبط، يبقى جيرالدو، وحتى ساعات برضه جيرالدو بيلعب بيمين بالظبط، حتى ما كان مع انجولا بيلعب بيمين. بس في الاخر اللي في النادي الاهلي يا محمد دلوقتي بيبص على الاطراف، ما حدش هيسال مين يمين ومين شمال، بيبدلوا شويه بتلعب يمين شويه تلعب شمال، ممكن حتى تلعب رقم 10، ما بتسالش، انت بتنفذ اللي بتطلب منك. فبالتالي هو فايا جه اختار جيرالدو عشان يحطه على زولا، كانت تغييره حلوه قوي. طيب الحاجه الثانيه لما يجي تبص عليها، طيب انا لو حطيت جيرالدو هل النهارده ينفع العبه جنب مروان؟ انا اقول لك لا، مش هتبقى لطيفه. ليه بقى؟ الايقاع. نعم؟ الايقاع. برافو عليك، عشان الايقاع، عشان تناسب السرعات. انا النهارده لا، لو حطيت مروان هيبقى هقلل السرعه بس هقوي حته محطه اللعب، لا دي مش عايزها في الحته دي، انا هحط اجي الى حد ما لعيب سريع ويلعب هو المهاجم
واحط جيرالدو على الشمال وابدا اخترق الجبهه دي واخلي دايما الماتش مايل على الجبهه دي. ممكن استخدم احمد الشيخ في بعض الحالات اللي بحتاج فيها فكره واحد على واحد، واحنا شرحناها دايما فايلر في اطراف النادي الاهلي بيلعب بطرفين مختلفين في اللعب، بيلعب بواحد سريع دريبلر بياخد الكره ويجري، وبيلعب واحد ممكن يضم، وبيلعب واحد مهاري سكيلر زي رمضان صبحي او احمد الشيخ. وبالتالي لما رمضان يعني يتصاب وان شاء الله نتمنى له طبعا سرعه العوده باذن الله، بدا الاعتماد على احمد الشيخ عشان فكره المهاره الفرديه. وبالتالي شفنا الشوط الاول وان سايد جيم ترجمه. السؤال بقى جيرالدو، انت لما شفته مثلا افترضت بتشوفه اول مره، هل تقدر تقول لي ان ده لعيب بديل اول مره يشارك من فتره طويله اطلاقا؟ هتقول لي لا ده الراجل اللي جه في الملعب. هي دي الفكره بتاعت الروتيشن، ان الراجل بدا يعود اللعيبه كلها، ال 30 لعيب عندي كل واحد يجيب اقصى ما عنده، زي ما كده كلنا كده بنروح الجيم، فتبدا في نوع من المدربين يقول لك لا انا عايز بص بقى يا جماعه كلنا هنرفع نفس الاوزان، يلا بينا بقى كله يبقى نفس المستوى بالزبط. اللي يقع يقع، اللي يقع يقع. طيب مش مندهش من في فكره الايقاع الفني، لا كمان نعم. في نقطه مهمه جدا قالها قال لك التركيز والتحضير الذهني طبعا. وعقليه اللعيبه في اوروبا والكره في اوروبا دلوقتي حاليا بقت تعتمد على فكره التركيز والتحضير الذهني قبل الشغل الفني. طبعا شوف التحضير الذهني للعيب اوله الانضباط، انصياع لكل كلمات المدير الفني واوامره، بمعنى انا النهارده عقلي فين؟ ندي مثلا بسيط جدا، اللعيب المصري دايما من اللعيبه المزاجيه، يعني اللي هو مثلا يحب ويكره، في بعض المواقف ممكن تاثر عليه، لو عنده موقف حصل بره الملعب ممكن تلاقيه مأثر في ادائه، ده طبيعتنا. هو بيتاثر بالاجواء كمان. الحته دي عندنا زياده، هتلاقينا كده بالظبط كده زي الطليان، زي البرتغال، زي امريكا الجنوبيه، احنا نفس زي اليونان، نفس المنتاليتي حتى الاسبان. نفس المنتاليتي بالظبط يعني بالظبط حتى كمجتمع. فبالتالي هو انت النهارده بتحتاج ايه؟ بتحتاج مدير فني بنوعيه معينه يقدر يسيطر بص يا جماعه احنا جايين نشتغل، وكل ما انت هتجتهد في التمرينات وكل كمان ما بتجتهد ذهنيا في فهم اللي انا عايزه، ما انت ممكن تجتهد فعلا بدنيا على فكره، ممكن تتعب كويس جدا طبعا. بس ذهنيا ما تقدرش تنفذ. ودي مثل على اللي انا بقوله ده، لما النهارده مثلا انا جبت كتاب مثلا باللغه الفرنسيه واديتها لطالب، قلت له اتفضل خد الكتاب ده ترجمه لي انجليزي من الفرنساوي والانجليزي، هو قلت له قال لي طب انت عايزه بعد قد ايه؟ قلت له عايزه بعد شهرين، يعني تاخد شهرين مش عايز اشوفك خالص روح ترجمه. هو خد الكتاب وتعب وسهر وعرق وما نامش، عمل كل شيء وجابه لي مترجم بالعربي. هو كده عمل شغله؟ هو بس تعب تعب بس ما كانش مركز في التعليمات اللي اتقالت بالظبط. هي دي الفكره. الفكره ان انت النهارده عايز اللعيب مش بس بتجتهد في التمرينات، لا انا عايزك تجتهد بالطريقه اللي انا عايزها. هي دي اللي بتخلي دايما اللعيب عند فايلر درجته تعلى، وبالتالي نشوفه بيشارك والفايلر كمان بيعتمد عليه في المباريات. طيب قياسا على كلامك فكره التغيير والروتيشن والمراكز اللي لعب بيها هذه المباراه، نعم. لو هتكلم على الجبهه اليمنى نعم. كان احمد ابو الفتوح ايوه قدام، ولا كان مين في طلائع الجيش قدام محمد هاني؟ قدام محمد هاني كان كريم طارق. كان كريم طارق. وكريم طارق واحد من اللعيبه الاقوياء جدا جدا في الدفاع، وحتى شفنا حتى لما الكابتن حسام بدري استدعاه للمنتخب كريم يعني لعيب بدنية. قوي، مع انه خلي بالك كريم كان مع الكابتن طارق يحيى كان بيلعبه مهاجم صريح، وساعات كان بينزله في قلب الملعب. مزبوط. كريم من نوعيه اللعيبه الجوكر، وبالتالي انت ما تحبش تلعب على الجبهه دي، لا الجبهه دي انا ابعد عنها، ليه؟ هلاقي فيها تعب، وبالتالي عمرها ما تظهر زي الجبهه التانيه. ما بنقولش من معنى كلامنا ان الجبهه اليمنى اللي القايمه عملت شغلانه الشغل بتاعها، لا لا خالص، بس الجبهه الشمال لما اقول لك معلول وجيرالدو يعني عملوا مباراه على زولا ازاي؟ بصراحه كذا شوف كام كوره اوفرلاب اتعملت على زولا، والجون الاول جه من نفس على نفس الطريقه دي. وكمان جيرالدو كمان كان واخد تعليمات مهمه جدا في الحته اللي بقول لك عليها بتاعت الترقيص، اتقال له زولا بيرقص كتير مش من الباكات اللي بيطلع الكره مباشره. لا هو طبعه كده كلعيب، مهما انت كنت تقدر كمدير فني تسيطر عليه مش تقدر. مزبوط. ده طبعه. وبالتالي في كوره زولا لما حاول يرقص فيها جيرالدو حط جسمه خد منه الكوره وقلبها هجمه. فهنا فاير بيسيب حته مهمه جدا، ان انت مش بس بتبدا هجمتك من عند محمد الشناوي، لا وانا اعمل كده ليه؟ لا انا عندي واحد النهارده بيحب يرقص كتير وعنده مشكله في الطلوع بالكوره، طب انا اضغط على طلائع الجيش من وسط ملعبهم واخد الكوره واصنع هجمتي من وسط ملعب الجيش. ده عشان كده دي اكتر مباراه يا محمد شفنا فيها محاولات. وخلينا اديك رقم مهم قوي، متوسط هجمات الانديه المصريه في الدوري بتتراوح من 10 هجمات محاولات على المرمى، من 10 محاولات 15 محاوله. تخيل انت النادي الاهلي في ماتش الجيش عمل كام محاوله على المرمى؟ ضعف 22 محاوله.
22 محاوله جاب منهم كام هدف؟ 3 اهداف. اللي يشوف المباراه دي بصراحه يقول لك الماتش ده اقل حاجه يخسر 7 5 6 مثلا. اه 7 8 كده. كميه فرص كانت غريبه جدا. هو محمد بسام حتى كان متالق جدا في هذه المباراه جدا بصراحه. رغم يعني خلي بالك المباراه قد تكون نتيجتها يعني سلبيه شويه لمحمد بسام، بس شاف الماتش يقول لك هو بصراحه واحد من افضل الحراس في الدوري ومتالق جدا السنه دي. بس اللي عايز اقوله ان فعلا شغل فايلر الذهني والبدني وكمان الانضباط اللي عامله في الفريق ظاهر في المباريات دي، وكان ظاهر قوي 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 في ماتش بيراميدز اللي اوريدي انت كان عندك مشكله نفسيا معاهم، ورغم التاخر في الدقيقه 55 قدرت تجيب هدفين وتعمل كامباك بشكل كويس جدا. طيب بنقيس نفس الكلام على مباراه المصري. نعم. وفايلر اتسال في المؤتمر الصحفي على المجموعه اللي هتلعب مباراه المصري ويمكن يتسمى عدد من اللعيبه دول ممكن يلعبوا، فادى اجابه في المطلق لكن بنفس المعنى اللي انت قلته برضو. نعم. مش هقدر اقول لك مين هيلعب مباراه المصري بغض النظر عن الاسماء او الشخصيات الا لما اشوف الحاله طب. خلال الايام اللي جايه. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان ممكن المباراه القادمه زي كل مباراه الناس بتتوقع التشكيل. نعم. وبتختلف معها على الاقل في عنصر لاعب او اثنين. هو اهم حاجه اعتقد فايلر بيقيس عليها وبيحط عليها التشكيل بتاعه، مش حتى بس بخلاف طبعا الحاله البدنيه، هو اكيد بيشوف لعيبته في التدريبات عامله ازاي واكيد طبعا الحاله الطبيه ليهم، بس كمان هو بيعمل سكاوت للمنافس، هو بيشوف المنافس عامل ازاي. واحد من افضل المدربين بصراحه اللي بيشوف المنافسين، وده حتى احنا حسيناه من بدايه الموسم. الراجل بصراحه كل مباراه حتى في بدايه الموسم كان بيلعب بطريقه مختلفه، خليتنا طب انت ليه ما بتلعبش اسلوب واحد؟ فبدا فعلا لما نبدا نحلل الامر، لا الراجل بيحط ليه دراسه المنافس اهميه بالغه، وبالتالي هو هيشوف طبعا اكيد مباراه النادي المصري قدام وادي دجله الاخيره تحديدا. اه طبعا. آه. المباراه طبعا اكيد طبعا كابتن ايهاب جلال طير فيها رقبه التكيس وتكيس بنياس وكانت مباراه ونتيجتها مختلفه تماما عن مشوار المصري في الشهور الاخيره. طبعا انا بتكلم كان المباراه دي خلي بالك اللي رجعت الثقه للنادي المصري وكابتن ايهاب جلاوي، طبعا بصراحه عملوا مباراه مميزه جدا جدا. ويشوف طريقه اللعب، خلي بالك انت هتلعب بقى قدام فريق بيلعب بثلاثه في خط الوسط وكمان عندهم بلاي ميكر واحد من احلى اللعيبه ممكن تتفرج عليها مفتاح طقطقه، طبعا لعيب مميز جدا جدا ولمسته للكوره حلوه. فهنا اسلوب لعب النادي المصري مختلف تماما تماما عن اسلوب لعب نادي الجيش. طلع الجيش كابتن ايهاب جلال، احنا عارفين طبعا طريقته المعتاده بيبني الهجمه من ورا، طبعا احنا عارفين طبعا احمد مسعود هيغيب طبعا بسبب الاصابه، طبعا بنتمنى له طبعا الشفاء، وهيبقى في بعض الغيابات في النادي المصري، ولكن اسلوب لعب الكابتن ايهاب جلال مش هيختلف. طب والجبهه طبعا عندهم الجبهه اليمنى فيها كريم العراقي لعيب مميز جدا، لعيب دولي كمان وشفناه طبعا مع المنتخب الاولمبي. فبالتالي لا الفكر هنا اعتقد التشكيل اللي هيبني عليه فايلر هيبقى بناء على التحليل الشكل الفني الفريق المصري اللي هيشوفه للنادي المصري. فايلر قال في المؤتمر انا دارس اعلام. نعم. دي رساله بمعنى ايه؟ رغم ان على فكره هي مش مفاجاه الناس القريبه او اللي بتذاكر او بتتابع فكره الرخصات التدريبيه في اوروبا. أيه. لان انت في اوروبا لما بتاخد الرخصه البرو او الاي او البي او السي، نعم، جزء من الرخصه التدريبيه انك بتدرس جزء متعلق بالاداره، جزء متعلق بالاعلام، وجزء متعلق بالسيكولوجي والامور النفسيه وي مش الامور التدريبيه فقط. طب. لكن كان ليه رساله مهمه جدا. أي. قال يا جماعه انا دارس اعلام. بص انا اعتقد هو طبعا فايلر بطبعه يعني اكيد مع تعامله مع الاعلام المصري في بدايه المؤتمرات ما كانش عنده لسه خبره، لسه بيشوف وبيحدد خبرات بيذاكرنا. اه طبعا من الاسئله، خلي بالك اي مدير فني من الاسئله بيعرف برضه، ان برضه بصراحه في بعض المؤتمرات الصحفيه في بعض الاسئله بتبقى خارج عن النص نفسه، اه بتبقى ملهاش علاقه بالمؤتمر بتاع المباراه، وساعات حتى ممكن السؤال ما يتسالش بطريقه فيها علامه استفهام في الاخر، انت بتلاقي ان السؤال بيحمل وجهه نظر طبعا اللي بيسأل الزميل طبعا المراسل او الاعلامي الموجود، وطبعا تبقى حاجه مشكله ان المفروض الزميل وهو قاعد او الناس السيد الاعلامي قاعد في المؤتمر ان هو يسال سؤال لازم الجمله تخرج سؤال مباشر، لا يبقى اخرها علامه استفهام، لازم يكون في علامه استفهام. يعني ما ينفعش تقول مثلا ايه النهارده الاهلي كان وحش، اوكي انا هقول لك فين السؤال، تقول طب ليه، لا ما انت تقول لي وجهه نظرك، لو هي وجهه نظرك انت ممكن تكتبها في مقال انت حر براحتك، لكن لازم دايما تديني سؤال. فهو طبعا قال الحته دي في وجهه نظري ليه؟ اعتقد ان هو عايز يقول انا لا استفز وانا ما عنديش مشكله معاكم، ما تصنفونيش من المديرين الفنيين هاجي في يوم اقول لك انا مش حاضر وان انا عندي ازمه، يعني برضه هو الراجل بصراحه بنحس ان هو ديسنت جدا بس صارم. وهنا برضه هو علمنا شيء بصراحه يا محمد. يعني ربما احنا متعودين بطبيعتنا ان الصرامه لازم يجي معاها زعيق. دي طبيعتنا احنا متربيين على كده بالزبط. الجموديه وانك تضبط الفريق او حتى تتكلم بصراحه لازم تكون بتزعق، لا فايلر على فكره ساعات بيبقى صارم جدا بس هادي، يعني بتبص على ملامح وشه الراجل
طبيعي ما عندوش ازمه بس يعني اقول لك مقنع كمان جدا جدا مقنع. بصراحه وبيتكلم بشكل منطقي وفعلا لو مش عايز يطلع معلومه مش هيطلعها فانا اعتقد هو قال التصريح ده من باب ان هو يهدي الامور مع الاعلام تماما وكمان خلي بالك يحس الناس ان هو واحد منهم انا اعلامي زيكم وهنا برضه بتدي برضه الناس راحه لما يجوا كل مباراه اكيد يسالون انت عارف في مصر المراسلين بيحضروا ماتش الاهلي هم معروفين واللي بيحضروا ماتش الزمالك معروفين الوشوش بتبقى معروفه متكرره طيب لو بكلمك عن قائمه مباراه الاهلي والمصري بكره يمكن طبعا اكرامي حسام عاشور محمود وحيد صالح جمعه دول خارج قائمه مباراه الغد ورمضان صبحي وحمدي فتحي ومحمد محمود كريم ندفد للاصابه منذ طبعا فتره طويله لكن القائمه في محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شوبير محمود متولي رامي ربيعه ياسر ابراهيم ايمن اشرف علي معلول احمد الشيخ فتحي جيرالدو محمد هاني وليد سليمان افشح حسين الشحات ديانج السليه كهربا مروان بادجي جونيور اجاي نتكلم بنسبه 99% نفس قائمه المباراه الاخيره طبعا مع دخول طبعا اكيد اليو بادجي اللي كان اكيد عنده هي الظروف الاداريه بتاعه الباسبور تجديد بتاعه الجواز بالظبط بالظبط وبالتالي اعتقد يعني هي تبقى مباراه اكيد واحده من المباريات اللي ممكن نشوف فيها يعني مشاركه لاليو بادجي حاسه طبعا ما فايلر دفاع المصري بيتفوق في ايه او بيتميز في ايه بص طبعا خلي بالك شوف طبعا دفاع النادي المصري كابتن ايهاب جلال لحد ما بيشوف يعني من المدربين الفنيين بيلعبوا ساعات بدفاع متقدم جدا يعني انت بتتكلم طبعا على الثنائي اسلام ابو سليمه وسعيد وسومبوري الاثنين اقوياء جدا والاثنين الفجوه بينهم مش واسعه يشوف ماتش اللي شايف ماتش وادي دجله وانقار يعني مثلا كان في مقوله متقاله على تكييس واحد من المدربين الفنيين اللي يعني مميزين جدا 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 بتعليم. اللي بيقفل يطلع بالكوره وازاي النهارده يبني الهجمه والى اخره تكيس يعني انا قلتها كتير يعني الناس اللي بيتابعوا التحليل بتاعي تكيس مدرب مش كوتش ممرن يعلمك ازاي تباصي يعلمك ازاي اللعبه وازاي تقف عنده افكار حلوه في التمركز ممكن اعداد البدني يبقى ليه راي كويس جدا وكمان هو بصراحه في التمرير هو راجل محب لجوارديولا بيرفكت زي الفل انما كوتش لا تكيس مش كوتش تكيس مش المدير الفني اللي مثلا يتقدم 2-0 ويحافظ عليها او يبقى متاخر 2-0 ويرجع هتشوف الحالات دي دايما بيتعمل عليه ريمونتادات كتيره جدا هو مش بيكاتشن هو بيدرب بس في تحليلك نعم فايلر نفس مدرسه جوارديولا لا 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 اختلاف لا لا طبعا لا مختلف طبعا فايلر بص فايلر هديك مثلا النادي الاهلي لما هيلعب وادي دجله هتلاقي وادي دجله هيعمل تمريرات اكتر من النادي الاهلي وندي برضو مثل عشان يبقى الساده المشاهدين معانا في الصوره احنا بنتكلم يا جماعه معدل تمريرات الفرق المصريه بعيدا عن اهلي زمالك اهلي زمالك وادي دجله وبيراميدز الاربع انديه دول بنتكلم معدل يتراوح من 300 الى 400 يعني ما حد يعلى شويه ب 420 ده في عدد التمريرات عدد التمريرات دي الفرق اهلي زمالك وادي دجله بيكسروا حاجه بيراميدز بيكسروا ال 500 ووادي دجله الوحيد في الدوري اللي ساعات كان بيوصل ل 700 تمام كده؟ تمام ده رقم هيعرفك يقولك بس شكرا الاستحواذ واكيد فريق تلعب كره حلوه على فكره نص او 60% من تمريرات وادي دجله كانت بتتلعب في نص ملعب في الخلف في نص ملعبهم انت عملت كتير جدا فايلر بقى ما اقدرش اقول انها جوارديولا لان فايلر من مدير فنيين اللي بيوصل للمرمى باقل عدد من التمريرات ممكن يدور الكوره قدام الفرق الكبيره عشان يلاقي الثغر انما نقول مثلا واحد مثلا من الاساليب اللي بيتبعها فايلر السنه دي بشكل مميز جدا الهجمه المرتده الهجمه المرتده لما نبص كده نركز على اي فريق بيلعب كورنر على النادي الاهلي او يلعب ضربه ثابته ودي مثلا ماتش المقاولين ماتش المقاولين نادي المقاولين شوط تاني كان جاي له ضربات ثابته كتير قوي على حدود منطقه جزاء النادي الاهلي والنادي الاهلي كان ما فيش مشكله كان بيحط قفشه في قلب الملعب ومطرف الشيخ واعتقد كان ساعتها اجاي اول ما الهجمه ترتد من منطقه جزاء النادي الاهلي كنت بتلاقي سبرنتات بتتفتح بشكل سريع جدا النادي الاهلي من افضل نادي في مصر حاليا بيعمل الهجمه المرتده بشكل مميز ونشوف دايما اول ما هجمه ترتد في ثلاث لعيبه بيجروا الطرفين والبلاي ميكر بيجروا لاحظت ده من اول لمسه للشناوي نعم لما بتكون الكره في معاه طبعا دايما التعليمات الكره الاماميه بسرعه ودي تخلي بالك كانت واحده من النقط اللي كنا بنعيب على الشناوي فيها البطء في التحضير للهجمه كان ياخد الكوره ويستنى ودي برضه خلي بالك بتيجي بالوقت احنا دايما طالبنا بيها يا باشمهندس محمد وبصراحه محمد السنه دي لازم نتكلم بصراحه ان احنا بنشوف مستوى استثنائي يعني النهارده ربما البعض طبعا ساعه ماتش اوروجواي كان
اعتقد دي افضل لحظه لمحمد الشناوي ربما في تاريخه والاداء اللي قدمه في المباراه دي. بس في وجهه نظري الموسم ده والتصدي بتاع علي جبر في الدقيقه 88 لحد ما فعلا كانت حاجه مش طبيعيه. التصدي ده كان صعب جدا، خصوصا هو تصدي على الارض مش عاليه. خلينا نروح لجزئيه مدرسه تدريب الحراس الاجانب. طبعا مصر كانت بتفتقدها لسنوات طويله. طبعا بص طبعا احنا بنتكلم ان احنا قعدنا فتره طبعا يعني اعتقد في وجهه نظري الشخصيه بقول ده رايي انا، كابتن احمد ناجي يعني بصراحه طب في حته لوحده بصراحه يعني بصراحة كابتن احمد ناجي بشغله واللي قدمه سواء مع النادي الاهلي قبل كده او حتى مع منتخب مصر، الراجل ده تدي اي رقم هتديه له تدي معاه بلس. ده في حته لوحده. طيب احنا كان عندنا حته في التمرين والتدريب زي ببساطه حكايه مثلا النهارده الاهلي والزمالك دايما العقليه ان انا عايز مدير فني اجنبي. عقليه الجهاز الفني يا محمد اختلفت بقت مشروع جدا. شركه بالظبط. وانت حتى قلت دلوقتي نقطه مهمه جدا، مدرب حراس المرمى الاجنبي هو بالنسبه لنا موضه جديده، يعني احنا مش معتادين عليه من زمان. كنت دايما نقول المدير الفني الاجنبي بيجي معاه مساعد ولما احماله ولما ما لوش جزاء خلينا محلل الاداء كنا فرحانين قوي قلنا الله ده جه اربعه في اوسكار ساعتها برافو عليك ده في اربعه داخلين جهاز فني ايه ده بسم الله ما شاء الله. اوسكار كان بيسلم انا وجوزيه في احدى الرحلات في جنوب افريقيا لقيته مسلم مجلد. ايوه كان الاهلي ساعتها هيلاعب فرقه اسمها سوبر سبورت من جنوب افريقيا في 2011، لقيته بيسلم مجلد. المجلد انت بتتكلم في شكل حوالي 500 ورقه. شوف طبعا كل شيء عن فريق سوبر سبورت. انا هديك على النقطه، انا بس هخلص حته بتاع مدرب حسام بابا هقول لك حته على موضوع السكاوتنج وتحليل الاداء دي مهمه جدا، ونعرف ليه ليفربول دلوقتي في القمه بتاعتها. هتسمع معلومات غريبه مش معتاده على الكوره. بس انا متفق معاك جدا في مساله مدرب حراس المرمى الاجنبي، وشفناها بصراحه كانت اول مره نشوفها مثلا مع جنش يعني في الجهاز الفني بتاع جروس. مظبوط جروس طور جنش كان بصراحه ممكن نديله كمستوى، هو موهوب جدا حارس موهوب، بس عشان بصراحه تقدر النهارده تقول انا هحرس مرمى نادي كبير لا انت عايز شغل تاني خالص. مدرب حراس المرمى كان مع جروس كان مميز جدا وخلى جنش خده من مساحه لمساحه تانية خالص. حقيقي. نفس الامر بصراحه انا بشيد بمدرب حراس المرمى اللي مع في جهاز توماس بينكل فاينر بصراحه مميز جدا, جدا جدا جدا. والشناوي النهارده ببساطه عشان نكون صراحه النهارده الحارس رقم واحد في مصر وفي مسافه بعيده وفي مصر بصراحه يعني النهارده خلاص انت شفت الاختبارات والحارس المرمى انت بتدي له الرانكينج بتاعه من الاختبارات اللي هو بيتعرض ليها، فدي نقطه مميزه جدا. اللي بقى عايز اقولها لك في مساله السكاوتنج وليه النهارده الكره اختلفت. لما فعلا تيجي النهارده احنا كناس متفرجين طبعا بنحب ليفربول عشان محمد صلاح والكوره الحلوه بتتعمل وكل شيء والريمونتادا على برشلونه وارنولد لما لعب الكوره الكورنر كل ده احنا بنشوف فيه وبننسبه لكلوب. لا مش يورجن كلوب بس هو المسؤول، يورجن كلوب نفسه ليه تصريح خطير جدا. قال لك انا جيت ليفربول بسبب او فضلا لتيم تحليل الاداء في النادي. هو اللي جاب اللي جابني. مش الاداره هو اللي رشح طريقه تفكيره ولعبي مع الفريق. يعني هم حللوا اداء يورجن كلوب مع دورتموند. وخلي بالك اخر موسم ليورجن كلوب مع دورتموند مفنش كام؟ مفنش سابع. نتائج كسبانه جدا مفنش السابع. بس هم قالوا ايه في التحليل بتاعهم؟ قالوا ان يورجن كلوب النتائج اللي حققها مع دورتموند في الموسم ده لا تعبر عن الارقام اللي بيبينها الفريق. كان في بعض الباد لاك وكان في بعض المباريات او كان في بعض الغيابات اللي اثرت، وبالتالي هو الانسب لينا. يعني يورجن كلوب ما جاش باختيار الاداره، لا ده جه باختيار فريق التحليل. تخيل بقى فريق التحليل ماسكه مين؟ عالم فيزياء. عالم فيزيائي اللي ماسك تيم تحليل الاداء في نادي ليفربول ومعاه اثنين، واحد عالم فيزياء اخر وواحد دكتور علم نفس. دكتور فلسفه مش علم نفس، فلسفه. فانت بتتكلم هنا على تفكير مختلف عن اللي احنا متعودين عليه في الكوره. المجموعه دي تخيل كلوب بيقعد معاه اسبوعيا لتطوير طرق اللعب بتاعته واستخدامه للعيبه. تخيل مين اللي قاله تجيب صلاح؟ التيم مش بالزبط. هو ما كانش هو لا يعني هو مثلا بيقول لك مثلا انا عايز اجيب مثلا هو شاف محمد صلاح مع روما مميز جدا، طب انا عايز اجيب، قال له استنى ستوب هنرجع للتيم بتاع تحقيق اداء ونشوفهم يقولوا لنا اداؤه خلال الفتره الاخيره عامله ازاي. حللوه من امتى؟ من ايام كان مع تشيلسي. فحاجات معينه ملهاش دعوه انت جبت كام جون، ملهاش دعوه انت عملت كام اسيست، ملهاش دعوه انت بتجري بسرعتك كام، ليها علاقه بتحركاته في الملعب وانسجامه حاجات كتيره جدا. بالظبط. وكمان قالوا ان افضل ثنائيه في الفريق ده هيبقى صلاح وفيرمينو. تخيل ده التيم قال الكلام ده علم قبل ما الراجل حتى يتعاقد معاهم. انت بتتكلم على فكره شركه
مش فكره ش... مش مش الفكره في شركه كوره، لا انا بتكلم على الجهاز الفني، لان في مره ارسن فينجر في احدى تصريحاته قال انا يعتبر انا بيعتبروني رئيس الشركه انا المدير الفني بتاع الشركه. طب الشركه دي ممثله في مدير فني وجهاز مساعد ومعاون معاه ممكن يكون 12 13 فرد. طب جهاز التحليل او مجموعه التحليل الاداء انت بتتكلم في ممكن في 5-6 افراد. ممكن كل واحد فيهم اصلا يكون منفصل في شغله عن الاخر. طب واحد ليه علاقه بالفرقه نفسها، واحد ليه علاقه بالفرق المنافسه، واحد ليه علاقه باداء اللعيبه المهاجمه، واحد له علاقه باداء لعيبه خط الوسط والدفاع. طبعا. فاصبحت الكره دلوقتي بقت علم ان الجهاز الفني مش فكره مدير فني واثنين مساعدين ومدرب حراس. بالظبط. شركه عباره عن مشروع من مجموعه عمل برئاسه المدير الفني ومجموعه العمل المساعده معاه. برافو. وبالظبط. وبالتالي احنا بنتكلم هنا يا محمد على نقطه مهمه قوي، ان احنا بنتكلم اصلا فريق الكوره مثلا يعني الانديه الكبيره في مصر، نادي الاهلي، الزمالك، بيراميدز، والاسماعيلي، الفرق دي بملايين. فلوس كتير قوي. التفاصيل الصغيره دي هي اللي طبعا انت النهارده خش على ويكيبيديا، اي حد من الساده المشاهدين خش على ويكيبيديا، افتح كده هات كده التكنيكال ستاف او هات الجهاز الفني لبرشلونه او مان سيتي او بايرن او ليفربول، وقول لي كام واحد بس، كام فرد شغال في التكنيكال ستاف، هتلاقي لا يقل عن 40 واحد. لما بتسمع في مصر 7 8 يقول لك ده كتير قوي. ده انت قلت 10 ممكن الناس تقول لك لا لا كل ده كتير. هتلاقي الجهاز الطبي بس يا محمد، الجهاز الطبي لسه ما تكبش ما كانش كوره. الجهاز الطبي قصه ثانيه. الجهاز الطبي ده بتلاقي 3 دكاتره في تخصصات. ثلاث دكاتره اصلا ما فيش ريبورتنج لحد فيهم، يعني كل واحد مش بيريبورت للتاني، مفيش حد تخصص، مفيش حد مدير على التاني، لا الثلاثه مع بعض كل واحد التخصص بتاعه، ومعاهم طبعا التيم بقى بتاع اللياقه البدنيه والاحمال ومش عارف ايه والمساج، يعني التيم نفسه ده جهاز فني لوحده، ده جهاز تاني خالص، السكاوتنج ده جهاز فني. تمام. وكل دول بيصبوا عند المدير الفني، كل واحد بقى التخصص بتاعه ما بيعملش دور التاني، يعني مش تيجي تقول ايه مثلا ايه النهارده بكلامنا ده، طبعا على فكره بقى كده يورجن كلوب ملوش لازم، لا 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 طبعا، لا هو راس القياده، هو راس المشروع، بس النجاح الكبير لازم يبقى نجاح تيم مش نجاح فرد او فردين، لا احنا بنتكلم على صناعه بالملايين، والكره النهارده اختلفت، وبالتالي النقطه مثلا اللي كسبت ليفربول في ماتش العوده قدام برشلونه لما ارنولد لعب الكورنر بسرعه، تخيل دي مبنيه على ايه؟ دي مش مبنيه ما حصلتش اعتباطا، لا دي معلومه حطها فريق التحليل في السكاوت بتاع فريق برشلونه، قال له ايه؟ قال له خلي بالك دفاع برشلونه من الدفاعات اللي بتفقد تركيزها في اللحظات الاخيره في الكرات الثابته، ما بينظموش بعض في الكرات الثابته لمده قد ايه بقى؟ من 25 ثانيه ل 30 ثانيه، بمعنى الكره طلعت كورنر تعد من اول ما الحكم شاور على الكورنر تعد 25 ثانيه، هتلاقي ان دفاع برشلونه لسه بيفكروا هيقفوا فين. وبالتالي عمل يورجن كلوب؟ خد المعلومه دي، قعد مع مين قبل المباراه؟ قعد مع الولاد الصغيرين بتوع الكرات، بالظبط رمي الكرات، وقال لهم نركز مع بعض كده، اي كورنر يجي لنا من اي حته في الملعب على طول تعمل ايه؟ ترمي الكوره بسرعه جدا، اوعى إيه تتاخر فيها، لازم تبقى انت التفاصيل الصغيره يا كريم. بالظبط. اه التفاصيل دي جابت له ايه؟ اهلته بطوله للفاينل قدام توتنهام، وبعد كده لما كسبوا الماتش. كانت نفس الناس تفكر بنفس المنطق ده في مباراه الاهلي وبيراميدز الكره الثابته الاخيره الضربه الركنيه، لكن الناس كلها راحت في اطار ثاني خالص. وبص وخلي بالك عايزين فكره ان اللعيبه عارفه قانون كره القدم وحاطط اللعبه بسرعه وعايزه تلعب وتجيب هدف. عايزين نقول حاجه، كل واحد نحترم جميع وجهات النظر، اهم حاجه واحنا بنحقق الكوره تحليل. كوره تحليل. ودي كمان قضيه تحكيميه، يعني في الاخر فيها لا قرار ده قانوني او القرار غير قانوني، ما فيهاش وجهات نظر لا خالص. حتى لو احنا هو في قناه النادي الاهلي، لو الهدف ده غير سليم ولا انا ولا انت نجرؤ ان طبعًا احنا نقول إن الهدف سليم، ده قانون، فاحنا بنجيب القانون نقول بالزبط. يا جماعه القانون بيقول الهدف ده سليم ولا مش سليم؟ القانون قال الهدف سليم. تمام. بس طيب هل مباراه طلائع الجيش مباراه المصري تقدر تدينا مقياس او من المباراه الاخيره، لان كمان مباراه المصري باذن الله ان شاء الله يعني تكون المباراه ال 15 في الانتصارات المتتاليه، طب مقياس وانعكاس ايجابي على مباراه القمه؟ اه طبعا. شوف اكيد قبل مباريات الكبيره انت محتاج دايما يبقى الفريق بتاعك نفسيا ومعنويا في قمته. النادي انا واخد بالي النادي الاهلي داخل في سكه الارقام القياسيه، فايلر مش مركز معاه خالص ودايما بيركز قوي ان هو ولا انا ولا بقى بكسب وعايز اكسب الماتشات ومش فارق معايا الارقام، انا بلعب والشغل بتاعي ماشي، الرقم جه ما جاش انا في سكتي مش مركز معاه. بس برضه نتكلم بصراحه، موضوع الارقام القياسيه لما بنقعد الاعلام يتكلم عليها كتير لحد ما ممكن تعمل عامل نفسي عند اللعيبه وعندي كمان المنافس. ليه؟ لان المنافس هيجي يقول لك ده تحدي، برافو عليك، وهبقى النهارده انا اول فريق وقف النادي الاهلي عن الانتصارات، وخلي بالك النادي المصري ممكن يقولها عشان هو كان هو الفريق عملها اللي وقف السلسله بتاعه مانويل جوزيه في 2004 2005. ف
انا مهم جدا عندي حته ان المباريات النادي الاهلي بيلعبها قبل مباراه كبيره، يبقى انت النهارده واخد الدفعه المعنويه مهم قوي، وعند الجمهور كمان. واحنا بطبعنا ودي نقولها للسوشيال ميديا تبقى مهم قوي، السوشيال ميديا انا عارف ان يبقى فيها وجهات نظر مختلفه على طول، واحنا في مصر بس احنا عندنا حته دايما اللي عندنا مبدا هو ايه، خالف تعرف، ما اقصدش حاجه والله، بس دايما اللي بيسير عكس التيار هو اللي بيبان بالظبط. فبالتالي الناس بتظن ان الانتقاد الكتير بيخليني انا ابان ان انا فاهم كوره كويس وان انا فير جدا رغم ان انا اهلاوي، بس انا وجهه نظر لم تكن متوقعه. بالظبط، برافو عليك. طيب خلي بالك بس في حته مهمه جدا، في وقت انت لازم تخلي بالك فيه من انتقادك، لازم تخلي بالك من انتقادك. تمام. ليه؟ انت ممكن مثلا النهارده نقول انا هنتقد سين من الناس من لعيبه في النادي الاهلي، اول حاجه هنسالها هل انتقادك اصلا مبني على ارقام او مبني على معلومات صح؟ ده اول سؤال. والسؤال الثاني، هل ده وقته؟ لان خلي بالك في ماتشات زي مثلا ماتش سان داونز، يعني شوف بلاش يا سيدي ماتش ليفربول العوده اهو قدام برشلونه، احنا اتكلمنا عليه كتير النهارده. ليفربول خسران الذهاب كام؟ 3. حلو قوي. لو احنا بنتكلم بنفس القاعده بتاعتنا في السوشيال ميديا بتاعتنا في مصر، اللعيبه بتاعت ليفربول الجمهور هيعمل فيهم ايه وهم مغلوبين في الكامب نو 3-0؟ كلام كبير. صح كده، كلام كبير جميل جدا. ماتش العوده انت بتلعب من غير كام واحد من الاساسيين بتوعك؟ ابرز الاساسيين الاربعه، اربعه غايبين عندك في ماتش الاياب ومعظمهم الخط الهجومي. تمام، حلو قوي، اللي هم اصلا ممكن يجيبوا الثلاث اربع اهداف. جميل جدا. محمد صلاح نزل في بدايه المباراه بالتيشيرت مكتوب عليه ايه؟ مفيش مستحيل، وفي دفعه وفي معنويه وهكذا، وتلاقي الجمهور كله السكن فول. مغلوبين ثلاثة، مش مغلوبين ثلاثة، نحس عندنا امل. هو صح اصلا شعار ليفربول لم تسير وحدك، يعني اللي قصده في ايه يا محمد؟ من الجملتين اللي بقولهم دول، لازم تختار امتى تساند. وصلت. احنا ما عندناش جمهور في الاستاد دلوقتي، جمهور زمان مشكلة. ايوه للاسف. جمهور زمان لو تفتكر كان بيساند، الاهلي يخش في جون تلاقي كل الجمهور بيشجع، كانت اوتوماتيك دي، كانت يعني قاعده، حاجه قاعده اساسيه. أيوة. كلنا متربين عليها. طبعا جيل الثمانينات اللي انا بتشرف ان انا منه، يعني وحضرنا جيل يعني ماتشات التسعينات كلها شفنا، ما كانش في روابط ساعتها، الناس كلها كانت بتروح، يعني كل واحد رايح فرداني مع نفسه بالزبط. بس كان في قاعده، الاهلي دخل في جون تشجع، الاهلي مغلوب في ماتش، الماتش اللي وراه تروح تشجع، هنا بتساند. العدد كان بيزيد انت خسران. دي ملهاش دعوه، خلي بالك عشان بس واضحين مع بعض في كلامي، دي ملهاش دعوه لو انت حسيت ان الفريق عنده بعض التخاذل او بعض الاداء السيء على مدار فتره طويله. دي فرق فيها بقى، لازم تحسب هل في فتره طويله ولا انت بتحكم على ماتش واحد. لا طب ما هو لعيب الكوره مش مفيش بيرفكت، هو في فرقه في الدنيا ثبت هتفضل كاسبه 100%؟ لا مستحيل. يبقى انت هنا خلي بالك بقى، انت مش في الاستاد، في الاستاد القاعده العامه بتسير على الجميع، كله بيمشي ورا اللي بيقود الموضوع، انما في السوشيال ميديا لا شكرا، ده كل واحد قاعد في اتجاه مختلف عن التاني. وخلي بالك بيخش عنده على التايم لاين يشوف الناس كلها كتبت ايه، وروح هو كاتب حاجه مختلفه خالص، قد تكون غير منطقيه، بس هو عايز يكتب حاجه مختلفه عشان وجهه النظر بتاعته ايه تبان. جزء من سبب ده اهتمام الاعلام بالسوشيال ميديا، رغم ان المفروض السوشيال ميديا هي اللي تهتم بالاعلام. انا شايف العلاقه عكسيه. شوف طبعا هو هي راجعه لحاجات كتيره جدا. انا في وجهه نظري طبعا خلي بالك عدم ذهاب الجمهور للاستاد اكيد بيخلي النقطه هو اللي خلق التكوين والعقيده طبعا، وبيخلي عندك النهارده انت المرجعيه بتاعتك عشان تعرف فكر الشارع الرياضي في مصر. احنا مثلا مصطلح الشارع الرياضي طول عمرنا بنستخدمه في الاعلام من ايام زمان كابتن فايز زوم الله يرحمه، الكره في اسبوع دايما المصطلح الشارع الرياضي بيقول الشارع الرياضي. ايه الشارع الرياضي؟ كنا مش في الاستاد، الجمهور اللي في الاستاد بيعمل ايه؟ توجه بيبان من الهتافات بس، لكن مفيش حد كان نازل القهوه مثلا، يعني ما كانش في حد بيبعت مراسل زمان ويقول لك انزل يا جماعه والنبي شوفوا لنا القهاوي اللي بيحبوا النادي الاهلي والقهاوي اللي بتحب نادي الزمالك بيقولوا ايه؟ ده ما كانش بيحصل. النهارده فكر الشارع الرياضي بيجي منين؟ من السوشيال ميديا، تشوف الترند ايه؟ بالظبط. الترند النهارده مركز على ايه؟ فانت بتستقي منه ان الناس عايزه كذا او الناس ما بتحبش كذا. فهي خطرة، أنا متفق جدا جدا معاك، وإن احنا فتحنا القضية دي هي خطرة جدا. ليه؟ لأن السوشيال ميديا ملهاش بيز، ملهاش قاعدة، وزي ما أنت ما قلت هي المفروض تاخد، بس النهاردة طبعا السوشيال ميديا بسبب البيزنس تحولت إن هي تبقى هي منافسة للإعلام. مادة دسمة لا مش منافسة، أنا شايفها مادة دسمة للإعلام ومنافسة. النهاردة على فكرة عايز أقول لك حاجة، في صفحات على الفيسبوك بتنافس الصحف وبتنافس المواقع، وفي حتى بعض اللاعبين والمسؤولين بيدوا تصريحات للصفحات اكتر ما بيدوها. ده هو اساسا الصحف والمواقع بقى يعملوا بيتجاد على السوشيال ميديا. نعم بقول لا راحوا الاتجاه ده مثلا. نعم بقول بص هي في الاخر طبعا، وتاني بناكد ان اكيد الجمهور هو الطرف الوحيد اللي هو حر
ان هو يكتب اللي هو عايزه، اكتب انت عايزه طبعا، احنا ما بنحجرش على اراء حد، بس احنا بنحاول بس ننظم المشهد. وبنحاول ننظم الامر، لان انت ساعات لازم نقطه مهمه جدا في الكوره، احنا بنحلل اي شيء في الكوره. في الكوره الرياضي ساعات بيحتاج دفعه معنويه. الرياضي مش مجرد انت بتتعامل مع، انت بتتعاملش مع بلاي ستيشن، مش آلة. مش هيتدرب ويجي مدرب ينزله. انا اسف يعني الناس بتلعب فيفا مثلا، اللعبه الالكترونيه، انت مش معاك اللعيب نازل لك وهو في قمه مستواه الذهني وفي قمه مستواه البدني، وانت عارف البار بتاعه هيطلع امتى وينزل امتى. لا، اللعيب على فكره لو مثلا ما عندوش خبره دوليه، لازم تعرف اللعيبه دي لازم تشد من ازرها. يعني نقول مثلا ايه، ان احنا فرقنا المصريه في افريقيا بتعاني من ساعه موضوع الجمهور. عمرنا في حياتنا ما سمعنا ان انديه مصر خسرت 3 فاينالات لدوري الابطال نتيجه الاجواء الجماهيريه اللي شافتها في النهائيات بره. لا، وهم بيستفادوا، احنا ما بنعرفش. ده انت حتى خيبك يا محمد، انت ممكن اللعيب حالات الدوري بتاعنا انت بتلعب خلف الابواب المغلقه، فاللعيب خلاص اتعود ودنه مفيش ايه، مفيش صوت في الملعب، مفيش صوت. لو انا حتى دخلت لك 50,000 ليك انت، انت على فكره هتهتز، ودي ممكن نسال فيها اي دكتور طبيب نفسي، هتهتز طبعا، لان المشهد ده مش متكرر معايا. برافو عليك، مش متكرر عليك، فيه مفاجاه طبعا، ودي بتاثر على الرياضي. والنهارده كمان دي لعبه جماعيه، اللي هي مش لعبه فرديه. يعني ممكن لعبه فرديه هتجيب اللعيب هو اللي بيلعب لوحده ده وهتقعد معاه السيشن وانتهى الموضوع، خلصنا. لما دي فرقه جماعيه عايز تقعد مع الناس كلها، وده برضو بما ان احنا يعني فتحنا الحلقه بصراحه حلوه عجباني جدا، انا بستمتع دايما بالموضوع ده، يوضح اهميه الطبيب النفسي في الجهاز الفني. لو احنا كنا بنتكلم يعني على عدد الافراد في الجهاز الفني، مهم جدا. مانويل جوزيه استعان بدكتور محمد فكري في فتره من الفترات، وكان قايل بمجهود جبار، لان مانويل جوزيه هو كمان، مانويل جوزيه ذكي جدا في التعامل النفسي طبعا، بس اكتشف ان في اوقات معينه الدكتور والطبيب النفسي محتاجه طبعا في الفتره اللي كان موجود فيها. طبعا احنا فكرتنا عن الطبيب النفسي لازم تختلف يا جماعه. الطبيب النفسي مش الراجل اللي بيجي عشان يعالج واحد مجنون مثلا. لا خالص والله. النهارده مثلا انا اتعرضت لصدمه في شغلي، انا ما اقدر، انا لوحدي ما اقدرش، ممكن ما اقدرش اخرج منها، او احتاج مثلا انا لوحدي هحتاج شهرين. لو انا رحت لطبيب نفسي ممكن يخرجني منها في اسبوعين، في اسبوعين بس. ده زي بالظبط كده بنتكلم مثلا ايه على التاهيل في الاصابات اللي هي رباط الصليب والحاجات دي. بتسال الدكتور يقول لك لا على فكره المشكله مش في الكسر او في ان الرباط اتقطع، مشكله نفسيه، المشكله في التاهيل. اهم حاجه في التاهيل ان اللعيب يبقى صابر ومؤمن تماما ده قضاء ربنا سبحانه وتعالى، وانه يقدر يرجع احسن من الاول، وحتى نفسيا ما يكونش خايف لو نزل تتكرر تاني. بالظبط. وبالتالي نفس النقطه دي اللي احنا بنتكلم فيها بالنسبه للعيبه، ده للطب، هي للجمهور. في ساعات اللعيب ما بيأديش، مش عشان هو وحش يعني، انت ما تجيش عشان كده ايه، ما تجيش في ماتش ترفع اللعيب لاقصى درجه في السماء والماتش اللي وراه تروح خاسف بيه الارض. لا، ده انت هنا بتلعب بمشاعره وبتلعب، وكمان هو الناس بتقرا وللاسف الناس بتتاثر وبيقرا الناس تقليمات. بتتاثر لان اصلا حياتهم كلها، كل واحد في دلوقتي الموبايل بيشوف كل طبعا حاجه بتتكتب والكومنتات، وبيخش بيعلقوا طبعا. انت ممكن النهارده بس تحط صوره عاديه جدا، ممكن تلاقي واحد دخل محللك، يعني محلل الاداء بتاعك من اول الموسم وسمعك كلام بصراحه قبل مباراه مهمه، جزء من تعامل، سوري كريم لو قطعتك، بس جزء من تعامل فايلر النفس مع اللعيبه. لو لقى حد دخل على السوشيال ميديا كذا او حاجه بيتعامل معاه في الملف ده لفتره محدده، ده كويس عشان طبعا يستعيده من تاني. ده كويس جدا، لان هو مش من الانصار، يعني مش ما بيحبش فكره ان اللعيبه تتعامل على السوشيال ميديا. شوف يعني انا طبعا موضوع مباراه سان داونز يعني اللي كانت في السنه اللي فاتت والخماسيه، وانا اتكلمت عليها كتير وانا ما رجعتهاش خالص لفنيات. يعني انا ككريم لما جيت حللت المباراه دي ما ارجع مش كوره، لا واتكلمت مع دكاتره نفسيين على فكره، واتكلمت مع دكاتره التغذيه، واتكلمت مع كل الناس ممكن تتخيلها بس خارج الكوره. ليه؟ لان انا كانت مشكلتي في المباراه دي لعيبه النادي الاهلي اللي يفتكر المباراه دي بدنيا من الدقيقه 20 مش واقفين، في حاجه غلط. الفريق ده لو راح بريتوريا وساب لاسارتي هنا في مصر والجهاز الفني، هم راحوا لوحدهم، قالوا بيقولوا يا جماعه مش عايزينكم، احنا رحنا الماتش ده بمزاجنا، وهم عملوا خطه مع بعض، مش هيتغلبوا 5 مستحيل، لان القوام بتاع الفريق كان قوي جدا كلعيبه. لكن في اسباب اخرى ممكن تتعلق بالنوم، ممكن تتعلق بالتغذيه، الماتشات اللي حصل قبل السفر، تتعلق بحاجات كتيره جدا. فانت لو معاك طبيب نفسي بيقدر يحلل الامور، واعتقد يعني جهاز متكامل بقى ساعتها، لان كان ساعتها برضه عندنا مشاكل كتيره يعني، بس كنت ممكن تتفادى الامر ده. في الاخر حاجه اقول لك، ان شاء الله بمباراه
سان داونز الجايه باذن الله هنشوف حاجه مختلفه عن السنه اللي فاتت ان شاء الله. طب باذن الله وحتى احنا برضو اتكلمنا كتير على موضوع مباراه الساعه 3 واللي برضو دلوقتي ما زلنا مش عارفين سان داونز هيلعب 3 ولا هيلعب 6 زي ما الاخبار اللي جايه هناك بتقول. بص بما انك ذكرت هذه النقطه ايوه الرجاء ومازيمبي هيلعبوا في الكونغو الساعه 3 صح هم خلاص ده يوم رسمي السبت. ده رسمي صح الاهلي وسان داونز يوم السبت 7 مارس ايضا أي. المفروض الاتحاد الافريقي والمسؤولين عن البث في بس المباريات الافريقيه سان داونز لو لعب على نفس الملعب اللي واجه بيه اتحاد العاصمه المباراه الساعه 6 صح معلوماتي ان سان داونز عايز يلعب على نفس الملعب اللي اتلعب عليه البطوله الماضيه اللي هو الساعه 3 العصر الساعه 3 العصر ايوه فالتوقيت المباراتين هيكون في نفس التوقيت الساعه 3 السؤال بين محمد السيستم هل الكاف يوافق على السيستم اهو ده بقى اجابه السؤال اللي حضرتك بتساله على السيستم اللي ارسل سواء للانديه المشاركه في دور الثمانيه نعم المباراه الساعه 3 العصر اوكي الى ان يتم حسم الملعب لان طبعا سان داونز هو ليه الحق ان يحدد الملعب زي ما الاهلي ليه حق انه يحدد الملعب لكن التاريخ والتوقيت ده حق الاتحاد الافريقي طب لكن نعكس بقى انت الضيف ولا المذيع مش هنا في الحقوق البث بتقول ان الماتشات دي لازم اش في ماتشين في نفس الوقت عشان الناس يعني الجماهير والمشاهده معاك صح سان داونز اختار ملعب ما فيهوش اضواء كشف حلها ايه مازيمبي ملعبه بدون اضواء كشف هو بيحاول يستغل نقطه طبعا. هو شايفها ايجابيه طبعا. فما تقدرش تجبره على انك تلعب مباراه في اضواء كشف طبعا. هو عنده ملعب بدون اضواء كشف وهلعب باضواء كشف لان هو في دوري المجموعات لعب على الملعبين برافو عليك بالظبط يعني دي النقطه احنا برضه عايزين نوضحها ان سان داونز لما بيجي يختار الساعه 3 هو اوريدي عنده ملعب ثاني في اضواء كشفه ولعب فعلا في دور المجموعات مباراه اتحاد العاصمه كان اضواء كشفه الوداد كان بدون اضواء كشف بالظبط ليه هنا هو بيعتمد برضه هو عنده تيم سكاوتنج على فكره المعلومه دي ما خدهاش موتسيماني لوحده لا خالص ده بيرجع فالناس بتقول له على فكره بص الوداد او النادي مثلا النادي الاهلي بما ان هو احنا بنتكلم النادي الاهلي في الدوري في مصر او الكره في مصر بيلعبوا في معادين 5 أو 7:30 بالظبط فبالتالي تدريباتهم بتبقى لحد ما في معظم الاوقات متاخره شويه يعني نادرا ما النادي الاهلي هيتمرن 9 الصبح لو ماتشك الساعه 3 العصر انت طبيعي هترحل نفسك من اليوم اللي قبليها انك عايز تنام بدري فلما هتنام بدري ده معناه ان الساعه البيولوجيه بتاعتك هتختلف شويه ونفرق بين حاجتين يا جماعه نفرق بين الساعه البيولوجيه وما بين ان انا مسافر فرق توقيت دي حاجه ودي حاجه الساعه البيولوجيه فكره ان انا صاحي امتى فطرت امتى اتغديت امتى طبعا لا هو مثلا احنا بطبيعتنا كبشر انا النهارده متعود بقالي 6 شهور بنام بخش بنام الساعه 12 لما اجي ادي اوردر لجسمي اقول له نام الساعه 7 تاني صعبه صعبه جدا هاخد وقت هنعاني برافو عليك هنعاني هاخد وقت فبالتالي هي محتاجه تحضير محتاجه قبليها انا النهارده هلعب ماتش الساعه خلاص اتاكدنا ان الماتش ده الساعه 3 يوم 7 مارس يبقى انا محتاج قبليها اخد بالي يا جماعه عايزين ناخد بالنا من الحته دي ونرحل التدريبات بتاعتنا والنوم بتاعنا واستخدامنا للموبايلات والتابلتس والحاجات دي كلها دي كلها برده بتاثر على النوم على التركيز والنوم بالظبط واكلك هو انت النهارده ماتش الساعه 3 في بريتوريا انت بتنزل وانت اكيد طبعا محمد رحت جوه فرقه كتير وانت هتنزل النهارده الاحماء الساعه كام 2 قبلها بساعه صح كده الملعب 1:30 حلو ما دام هتمارس رياضه الساعه 2 يبقى انت لازم تكون موقف اكل قبلها بقد ايه 3 ساعات مثلا صح كده 11 وقبل 11 دي اذا كنت قايم من النوم انت مش هتقوم من النوم هتقوم تاكل على طول لا انت هتقوم من النوم هتغسل وشك هتاخد شاور كل التنظيم دي هي النقطه اللي انت قلتها في بدايه الحلقه التفاصيل الصغيره هو ده اللي خلى النادي الاهلي يتلقى خسارته الكبيره في افريقيا السنه ده في وجهه نظري ما كانتش فني الماتش مش حته ان موسيماني لعب 4-4-2 واحنا لعبنا 3-5-2 لا خالص هم طبعا فريق محترم جدا وفريق عنده مهارات كبيره جدا بس مش الفريق اللي يكسب النادي الاهلي بخمسه بالظروف الطبيعيه كمان في السيمي فاينال خرج من الوداد لان فوز البنزيما وقتها شاف مباراه الاهلي ايوه وشاف ازاي سان داونز قدر يكسب هذه المباراه وقفل على مفاتيح اللعب وعدى بالمباراه والاعداد الذهني والنفسي دي مهمه جدا مهمه جدا ان انا النهارده لازم في مباراه زي دي انا لازم اخش السرير الساعه 9 بس في نقطه مهمه جدا احنا بنتكلم بما انك انت ذكرت موعد مباراه سان داونز ودي كانت جزئيه مهمه عشان نشرح للناس قبل ما تعرف المواعيد النهائيه لان على السيستم الالكتروني اللي اتبعت لكل الانديه ده كلام رسمي يا جماعه يعني الكلام الرسمي مميز انت محمد في الاخبار الحصريه من الكاف انا ملاحظ الفتره الاخيره لا خالص على السيستم الالكتروني المرسل لكل الانديه لان كل نادي ايميلات مع الاتحاد الافريقي انت اتبعت لك بالايميل على الاكونت الرسمي بتاعك في التعامل مع الكاف مواعيد مباراه الذهاب مواعيد مباراه العوده سان داونز بيستفيد طبعا بتوقيت الملعب ومكان الملعب والنادي صاحب الحق في تحديد الملعب طب. فبالتالي هو عايز يلعب الساعه 3
في نفس الوقت هو بيستفيد بقى من هذه الجزئيه. طب الاهلي عايز يستفيد بجزئيه مهمه كمان، انه لما يلعب مباراه سان داونز في القاهره تكون على استاد القاهره الدولي. انت يعني جبت الاجابه على كل الاسئله اللي احنا ممكن ما نجاوبش عليها واحنا رايحين جنوب افريقيا، يعني ممكن الماتش التالي ده اصلا يبقى خلصنا فيه كل حاجه لو وهم خايفين من كده. بالظبط، لو عملنا الحركه دي ان ماتش الذهاب يبقى في استاد القاهره. وخليني اقول لك ليه، استاد القاهره كملعب وكارضيه بصراحه شفناها في ماتش طلائع الجيش من احلى الارضيات في الوقت الحالي في مصر، غير طبيعيه. مفيش اي ملعب في مصر حاليا ارضيته تقارن بأرضية استاد القاهرة. استاد القاهرة كمان من الملاعب الواسعه اللي بتفيد طريقه فايلر او بتفيد سان داونز، عشان امين معاك، عشان المساحات والسرعات امين معاك جدا، هي بتفيدنا وبتفيدهم. بس انا في وجهه نظري استاد القاهره بحضور جماهيري اذا امكن 30,000، لا انت هتحط ضغط. بتتكلم في 50 يا كريم. بص بقول انا 30,000 بس، يا ريت يا ريت، بس يعني في ظروفنا الحاليه احنا لما بنشوف 5000 متفرج 10000 متفرج كل سنه بنفرح يعني. بس ان شاء الله يعني باذن الله السنه المصريين يقدروا يعني بإذن الله. طبعا احنا بنرجو يعني واحنا في ظهرهم. بالظبط، فايه الفكره في ايه؟ ان انت عايز تعمل الضغط النفسي والعصبي على المنافس، وادي مثل بسيط. النادي الاهلي بيلعب فاينل 2008 قدام القطن الكاميروني. فكرتني بمباراه. بالظبط، في المباراه دي احنا قبليها في السيمي فاينل كنا بنلعب انيمبا وكان مستوانا مش ولا بد. بالظبط، اتعادلنا 0-0 في ابوجا وكسبنا هنا 1-0 بصراحه بالعافيه قوي. وكان ممكن ساعتها انيمبا كان ممكن يتعادل. كان في كل يوم فرصه جت في العرض اعتقد. المهم يعني ادائنا في السيمي فاينل ما كانش هو الشكل اللي يخليك مطمن في الفاينل قدام القطن. البدايه قدام القطن كانت قويه جدا من الجمهور، عملوا تشجيع قوي جدا في اول 20 دقيقه، نتج عنه ايه؟ تشجيع 2-0. ده تشجيع وسحابه كل حاجه وصوت كل وزهير. حاجه فريق القطن نازل الملعب ما شافش قدامه 2-0. وبعديها انت خلاص الماتش خلص على 2-0 ورحت الحمد لله في جروه قدرت تتعادل 2-2 ونرجع بالكاس. فاللي اقصده في بعض الاحيان التدخل النفسي والضغط اللي بيجي من الجمهور الضغط الايجابي ليا مش الضغط السلبي. طبعا ليه يعني في الماتشات دي استفيد بوجودها. ابدا اقول للعيبه يا جماعه نقدر ونقدر نكرر ونقدر وعايزين نكسب وعايزين نلعب المباراه دي عشان نرد بتاعت السنه اللي فاتت. مش نقول لا يا جماعه مش عايزين بقى نكرر اخطاء لا تفرق، الكلام يفرق. عارف مشهد مباراه القطن الكاميروني، المشهد اللي حصل ده كان سبب رئيسي في ان الاتحاد الافريقي اعطى جمهور النادي الاهلي افضل جمهور بيست اوف ذا فانس بالزبط. على مدار البطوله في القاره الافريقيه في الموسم، انا فاكر طبعا في البطوله دي بالزبط. كان هو الجمهور كان ساعتها الكاف بيختار برضو افضل جمهور في البطوله. المشهد ده طبعا جمهور الاهلي خد افضل جمهور في الفريق. احنا عايزين دايما نبقى يعني ماشيين زي ما الكتاب بيقول، احنا بنستغل كل الادوات اللي عندنا. زي ما انت ما قلت احنا بنقول احنا بنتكلم اهو يعني موسيماني هو بيحضر لماتش بريتوريا، مش بس هو بياخد القرار من نفسه، لا ده معاه تيم وبيشوفه وبيحلله وبيختار الانسب له. واحنا برضو ان شاء الله اذا اخترنا الانسب لينا في ماتش الذهاب ممكن ننهي المواجهه من هنا من مصر. تعرف انه فارق معاه ان المباراه الاولى مع الاهلي في القاهره عن المباراه اللي كانت هناك؟ طبعا مزعله جدا جدا طبعا. هو عايز كاس السنه فاتت وخدها وعملها عملها معانا مرتين، يعني عملها مع النادي الاهلي 5-0 وعملها مع نادي الزمالك لو تفتكر في الفاينل لما كسب 3-0 بيبني خطته على المباراه الاولى طبعا. وحتى برضو حتى احنا عندنا مشكله يا محمد في ماتش الساعه 3 العصر فعلا. اللعيبه المصريه احنا حاليا بنتكلم في جيل بصراحه جيل بيسهر، معظمنا بيسهر، كلنا بنسهر. احنا حتى النهارده حتى لما اخش يعني انا كنت حتى قلت يعني في قناه الاهلي هنا كذا مره اتمنى ان شاء الله باذن الله من الجهاز الفني يعني وهو مسافر باذن الله جنوب افريقيا ليله المباراه او اليومين اللي قبل المباراه يتم مثلا الاستغناء عن الموبايلات والتابلتس والحاجات دي. في تفكير نعم، ويمكن دي ممكن تكون معلومه كده للناس، الجهاز الاداري حاليا بيشتغل على ترتيبات سفر جنوب افريقيا وحتى الكابتن سيد عمل اجتماعات مع فايلر. نعم، مباراه الذهاب يوم 29 فبراير ايوه في ظرف 24 48 7 ده مباراه للفريق في جنوب افريقيا. يا ريت ده احسن بكتير ان شاء الله ده احسن بكتير. وخلي بالك احنا اتعلمناها كتير قوي حتى في كاس العالم للانديه لو نفتكر كاس العالم للانديه لما النادي الاهلي راح اول مره يعني 2005 فرقه النادي الاهلي كان مستواها كان مبهر جدا 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 يعني التطلعات كانت كبيره قبل ماتش الاتحاد السعودي. مظبوط، بس مشكلتنا كنا لسه ما فهمناش اجواء اليابان بالزبط. ما فهمناهاش. ف 2006 رحنا لعبنا ماتش سيبك من الماتش الاول قدام اوكلاند، الماتش الثاني قدام انترناسيونال البرازيلي الراجل طلع قال لك انا اول مره اشوف فرقه افريقيه بتلعبني كره على الارض. مظبوط، فاللي عايز اقوله التحضيرات دي مهمه جدا. ونقطه ثانيه موضوع التابلتس والموبايلات قبل المباراه ايه اهميتها؟ اهميتها ان انا وانا ماسك الموبايل مثلا هدي مثلا بسيط اهو، انا بخش مثلا قلت هنام
الساعه 10 فموبايل معايا. قلت طيب انا جات لي نوتيفيكيشن، الموبايل عمل فايبريشن كده، فقلت طيب هبص على النوتيفيكيشن وايه وانام. مظبوط. النوتيفيكيشن تخليني تقول لي مثلا ايه ان في حد بعت لي مسج، انا ككريم هعمل ايه؟ طب هرد على فلان وايه وهكمل نوم. فرد على فلان، ففلان اونلاين رد علي، فراح رد علي خلاص رديت عليه. المهم ايه، فتحنا الموضوع كده سريع قوي. انا فكرت انام الساعه كام؟ 10. ببص في الساعه لقيتها 12. انا حد هنا هيلحقني في الموقف ده؟ هل في حد ورايا ممكن يقول لي يا كريم خلي بالك انا المفروض انام الساعه 10؟ ده مستحيل. انت مستحيل هتحط واحد على كل الاوقات بتاعت اللعيبه، ده مستحيل فعلا، يعني فعليا ما ينفعش يتنفس. فكان ممكن نحد منه ازاي؟ يا جماعه احنا عايزين نهتم بالماتش ده والفتره دي بس، وهنستغنى عن الموضوع ده يومين اتنين، مش هيحصل حاجه يعني. وبعد الماتش، بعد ان شاء الله ما نحتفل بالتاهل، خد الموبايل والنادي كمان يشتري موبايل زياده لكل اللعيبه. بمناسبه كلامك ده، كان حصل الكلام ده ايام الكابتن وائل جمعه وابو تريكه، لما كان الجيل الصغير اللي كان طالع وقتها سعد سمير وتريزيجيه. ايوه فاكر وقتها في مساله المباريات، وكان بيبقى بيتم الاتفاق لو كسبنا وعدينا ليك ايفون، ليك تابلت، ليك كذا. فاكر انت العوامل التحفيزيه اللي كانت بتحصل وقتها دي؟ طبعا. بس اهم حاجه، بص، الحياه ربنا سبحانه وتعالى خلقها على سيستم واحد، كيفما تزرع كيفما تحصد. ودايما دايما احنا متعلمين كده من صغرنا، اعمل الواجب الاول قبل ما تفكر في الفسحه. اعمل الواجب، صح، اعمل الواجب الاول، لما تعمله هتستمتع بالفسحه. تمام. لو رحت الفسحه الاول هتلاقي الواجب بتاعك ما بقاش عندك وقت تعمله. طيب، ايه سر تفوق انديه شمال افريقيا على الفرق الافريقيه الفترات الاخيره؟ هو شوف، طبعا خلي بالك احنا بنتكلم معظم المواهب اللي كانت في الفرق الافريقيه كلها وقت تطلع في اوروبا، وضيف وكمان موضوع الاكاديميات ده خطير جدا. فرقه زي اسك، اشانتي كوتوكو، يعني فرق كبيره جدا في افريقيا دي، كانت يعني مناجم انها تطلع لعيبه، دلوقتي بتختفي. بسبب ايه؟ بيجي اياكس يروح عند النادي يقول له بص انا هعمل لك الاكاديميه وبتاع. اياكس اول ما بيلاقي اللعيب عنده 15 16 سنه وعنده بوتنشال او مؤهل جدا جدا ان هو يعني يبقى لعيب كويس، على طول بيسحبه. فالكوره في غرب افريقيا وفي وسط افريقيا وفي جنوب، حتى انديه جنوب افريقيا ما عدا دوله جنوب افريقيا، يعني لحد ما بقت المواهب تقل جدا. اللي محافظين على السيستم لسه مصر وتونس، وحتى برضه في الجزائر الانديه في الجزائر ما بقتش زي ده. حاليا في اكاديميات في الجزائر بتلعب بطولات افريقيه، اكاديميه برادو بتلعب كونفدراليه. صحيح. بس اللي اقصده عايز اقول ايه يا محمد؟ عايز اقول ان الثلاث دول اللي محافظين على قوتهم في الكره الافريقيه مصر تونس المغرب. المغرب بس احساسنا زي بعض، ده حقيقي، احنا شبه بعض جدا في حاجات كتيره قوي. ربما هم بيمتازوا عننا في موضوع الكشافين، هم ككشافين عندهم كشافين عينهم كويسه جدا في اختيار المواهب من افريقيا. وكمان فكرتني بنقطه مهمه. اتفضل. وجود وديع الجري رئيس الاتحاد التونسي في اتحاد شمال افريقيا خدم بشكل قوي طبعا على الانديه التونسيه وتحديدا الترجي. اكيد طبعا. سمح له بفكره ان يكون نص الفريق الترجي طبعا جزائريين، 7-8 جزائريين، 8 عن الترجي. حتى الاعلام التونسي كان جه في مره وصف يعني الترجي الرياضي الجزائري. طبعا. لا طبعا، واكيد طبعا. حتى برضه فكره الاستبدال اللي اتنفذت بصراحه بشكل استثنائي غريب، يعني انت مستحيل تبقى البطوله ماشيه بسيستم وماشيه بقواعد وفجاه تيجي في النص ايه والله يا جماعه هنطلع فكره. طب انت طلعت بناء على ايه؟ ايا كان، يعني في الاخر مش عايزين نطلع اي حجج، واحنا ما بنتحججش، عمر النادي الاهلي ما بيتحجج بشيء. اللي عايز اقوله ان في تونس والمغرب بيبقى عندهم بعض الامتيازات عننا كمصر، بتكلم كمصر ككلها كانديه، في فكره الكشاف الرياضي. هم عندهم عيوب كمان، اللغه اكيد طبعا بتفيد جدا، بتفرق كتير. طبعا هم بيتكلموا فرنساوي كويس بشكل جيد جدا، معظم الدول الافريقيه بتتكلم نفس اللغه. فدي بتخلي اللعيب حابب ان انا اروح هنا. طب بس اكيد في نفس الوقت برضه لما تسمع أجاييه في أولمبياد 2016 وهو النادي الأهلي بيتفاوض معاه، وتشوف هذا كم من الفرح، وإن هو سعيد جدا جدا النادي الأهلي يكلمه وهو في السن ده. النادي الأهلي برضو ليه اسمه وليه قوته وليه، بس إحنا دايما عايزين نشوف إيه الناقص عندنا وإيه المميزات عند الآخرين عشان نعمل زيها، عشان دايما نبقى إحنا دايما سابقين بخطوة. طيب، آخر سؤالين في الحلقة عشان للأسف وقتنا جري معاك بسرعة. هل انت قلق من فكره الاحداث الافريقيه والاخطاء او المشاكل الموجوده جوه الاتحاد الافريقي على مسابقات الانديه؟ قلق من انتظام المسابقه، من القرارات الفنيه، من تطبيق تقنيه الفار في دور النصف النهائي؟ لو الاتحاد الحالي في مشاكل مش موجود، بتحليلك باحساسك بتوقعاتك معلوماتك شايف المشهد ازاي؟ بص، لا طبعا اهم حاجه نتكلم عليها التحكيم. اول حاجه دي اكتر حاجه الواحد بيخاف منها في افريقيا، لكن لو بصراحه حكام افريقيا كلهم زي فيكتور جوميز، زي رضوان جيد، لو نفس النوعيه دي هي اللي بتحكم، اعتقد ما حدش هيزعل.
هتزعل ليه؟ زي مصطفى غربال الجزائري مثلا وحتى لو حصل خطا مع كل الانديه بما فيهم النادي الاهلي كله بيستفاد ساعات وساعات بينضر، ده طبيعه الكوره. لكن خطأ لكن نفرق ما بينك بتحجم، لا وخلي بالك نقطه مهمه جدا يا محمد، في افريقيا أيوة. في افريقيا الحكم ما بيحسبش عليك خطا واضح، الحكم بيحجم زي ماتش الوداد، زي ماتش سان داونز بكاري ماتش الوداد هنا. يعني مثلا هقول الترجي ماتش 3-0 العوده في تونس، لا مفيش اي ظلم تحكيمي، المملكه سيما الاسيوبي ما حصلش بصراحه، ما شفتش اي خطا تحكيمي النادي الاهلي تعرض، مش في اي حاجه خالص، لا ماتش فير بالظبط كده. ونادي الترجي بصراحه رغم الغيابات استحقوا المكسب ومبروك وانتهى الموضوع، لكن ماتش الوداد لا، ماتش الوداد بكاري جسامه كان بيحجم، كان متعمد انه يحجمك، يحجمك في ايه؟ ما يدكش حقك حوالين منطقه الجزاء، ما يدكش الفاولات اللي انت بتستحقها، يديك انذار مبكر عشان يخلي اللعيب ما يلعبش بكامل قوته بقيه الدقايق. ده مثلا ادي مثلا رضوان جايب مثلا في السودان مباراته، وبنتكلم مباراه فيها ضغط عصبي شديد جدا، لكن الراجل فير، الراجل فير جدا 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 في كل الاخطاء اللي حسبها سواء على النادي الاهلي او سواء على نادي الهلال السوداني، وبالتالي بنقول هو من الحكام الجيدين جدا جدا في افريقيا وبتمنى له التوفيق. الحاجه الثانيه بالنسبه للفار، اكيد ما احبش اشوف المنظر اللي شفته السنه اللي فاتت ورئيس الوداد نازل ورئيس الترجي نازل وقاعدين ولما اتكلموا قال له والله خلي بالك احنا كنا قايلين لك ان الفار مش شغال عشان الكهرباء ما كانتش شغاله او البطاريه ما شحنهاش. طبعا بصراحه مشهد كان مؤسف جدا، ويخلي اي حد يشوف المشهد ده يقول لك البطوله كانت يعني متحدد الفايز بيها قبل الماتش. مشهد الكونفدراليه والاحداث الاخيره وكلام انفانتينو حتى على الاتحاد الافريقي طبعا. ده ليه تاثير سلبي على مسابقات الانديه ولا الامر بعيد عن لا الموضوع؟ انا اعتقد ان هو بعيد، احنا بنتكلم على الاتحاد ككامل وبشكل مسؤولين يعني بعيد عن الفنيات ككوره، وبالتالي اعتقد كمان هياخد وقت، لان برضه بصراحه الاتهامات اللي طلعت اتهامات قويه، وانفانتينو بصراحه برضه قالها يعني شاور لها بشكل بتكلم فيها بشكل مباشر امامهم حتى وكمان في وحتى المغرب. وحتى قال على التحكيم برضه، حتى برضه احد الصحفيين المغاربه الاصدقاء قال لي ان هو اتكلم على التحكيم وقال خلاص خد هياخد صفوه من شهر مارس الجاي اول معسكر. نعم دول موظفين لدى الاتحاد الدولي بعقود محترفه. طب وبالتالي نتمنى احنا دايما نتمنى ان الاتحاد الافريقي بما ان هو النهارده واحد من الاتحادات الكبيره في العالم وكمان هو المختص بالكوره اللي احنا بالقاره اللي احنا بنلعب فيها، كل ما مستواه بيتقدم كل ما العداله بتزيد لجميع الانديه. طيب جزء بقى متعلق بالكره المصريه. نعم بس بشكل عام أي. قرارات لجنه الانضباط تنفيذ تقنيه الفيديو اسيست ريفري الفي ار الفتره الجايه في الدوري المصري، المشهد العام في الكره المصريه مشهد يعني بيؤكد ان الدوري السنه دي في ازمات هتحصل اكتر ولا المشهد ازاي؟ في ظل كمان انا بحاول اجمع كل الاسئله عشان خلاص الوقت بيخلص. مباراه القمه 24 الاتحاد المصري اكد المباراه لن تؤجل وعاقدين العزم على اقامتها، وقال في سياق حديثه كمان ان المباراه صعب تاجيلها لان التاجيل السابق اربك الحسابات. طب كل المشاهد دي يعني بتقيمها ازاي؟ سريعا، الفار لا يعني غنى عنه للكره المصريه، الفار هو السبيل الوحيد عشان يخلينا نتفادى الاخطاء التحكيميه الشديده جدا بصراحه يعني. تمام ده مستوانا، ما فيش حكم مصري بينزل يتعمد يعني يكسب حد او يخسر حد، ده دي نقطه مهمه مستحيل بالزبط. ما فيش عندنا ولا حكم بيعمل ده، وبصراحه أنا مثلا انا بحل ماتشات الدوري لكل الانديه مفيش ولا خطا اقدر اقولك متعمد، ولكن ده مستوانا بصراحه، الحكم ما عندوش الشخصيه وما عندوش القوه وما عندوش اللياقه البدنيه تخليه قريب من كل الالعاب، فبتحصل الاخطاء اللي احنا بنشوفها، وبالتالي الفار لا غنى عنه عشان يرفع من مستوى الحكام وفي نفس الوقت كمان يقلل الاخطاء والناس تبقى خلاص كله مبسوط. بس يكونوا جاهزين ليه؟ طبعا عشان ما تعملش مشاكل اكبر. لا طبعا طبعا لازم نتدرب، ما هو حتى خلي بالك برضو الاتحاد الدولي مش هيسمح لك انك تستخدمه غير لما تكون متدرب بشكل جيد جدا. مظبوط. وعندك حكام متاهلين لهذا. بالنسبه بقى طبعا لمواعيد الماتشات وكل شيء، انا دايما بحط بصراحه يعني في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها ككوره في مصر بقى في بعض الاعتبارات، انا عارف إن طبعا لجنه المسابقات عايزه البطوله تنتظم، بس انت عارف ان المباريات في مصر لحد ما مشارك فيها طبعا هو اللي حدد المواعيد دي طبعا يعني طبعاً هو اللي لغى ماتش 19 خلاه 20 سوبر وبعد كده 24 دوري. شوف طبعا هو الحمد لله احنا بنتكلم يعني لحد ما السنه دي الدوري ما فيهوش منافسه، النادي الاهلي يغرد وحيدا منفردا خلاص، وبقيه الانديه لحد ما اعتقد المنافسه هتبقى على حاجتين بس، البطولات المؤهله للبطولات الخارجيه في بره مصر سواء بطولات افريقيه او بطولات عربيه، او البعد عن الهبوط والمنافسه على المراكز البعيده عن الهبوط، وبالتالي المسابقه السنه دي فيها مساحه ننظم فيها ورقنا ومحدش هيزعل لان خلاص تعرف البطل وفي الاخر هتعرف الفرق اللي هتهبط. اخر سؤال اتفضل. الاهلي سجل 40 هدف في الدوري. نعم بس في نقطه مهمه جدا. ايوه مش ظاهر الهداف.
ايوه طبعا. تخيل 40 هدف طبعا وما عندكش الهداف طبعا. تيم كامل جماعي. نعم وليد سليمان 6 اهداف مثلا يعني ده ليه؟ تاني واحد عشان انت الفرقه جماعيه ايوه بشكل كبير جدا. ودايما خلي بالك دور المهاجم راس الحرب عند فايلر ان هو يفتح مساحات للطرفين ده مش شيء مهم جدا. وكمان موضوع التسديدات والسنه دي انت شفت هدفين من عمرو السولية ولا احلى واحد في الحرس وطبعا الهدف الاخير عمرو السولية بيقدم موسم ولا اروع طلاع الجيش. المهاره دي بصراحه كانت غايبه جدا عن النادي الاهلي لسنوات طويله وعن خط الوسط تحديدا بالظبط. وبالتالي انا بشوف ده امر منطقي جدا. بس الفكره ان النادي الاهلي يقترب من 3 اهداف في مباراه توريك ان لا انا ما عنديش ازمه ان ما عنديش لعيب هداف او ما عنديش مهاجم هداف. لا انا عندي فكره ان الفرقه كلها تبقى بالزبط. عندها قابليه للتهديف. تمام طيب انا بشكرك شكرا جزيلا لقدر الامكان حاولنا نلقي الضوء على تفاصيل كثيره ومهمه جدا وارقام. وكان لازم نختم بسؤال عن النادي الاهلي و40 هدف في الدوري ومع ذلك الفرقه والتيم بالكامل عام بالنسبه للاهداف عليه. شكرا جزيلا سعيد جدا بحلقه النهارده. اتمنى تكون عجبت الساده المشاهدين وبالتوفيق للنادي الاهلي في كل الاستحقاقات الجايه ان شاء الله. وبالتوفيق ليك يا كريم لانك بجد بتتكلم في الكوره بشكل كويس جدا بتحلل الامور بشكل واقعي جدا ومهم جدا نتكلم مع الجمهور الفتره الجايه في الامور الواقعيه والتحليليه عشان الناس تبقى عارفه طب. انت على ارض صلبه وصلت لفين واهدافك ايه. اكيد كل التوفيق ليك ودايما منورنا وشرفنا وبنسعد دايما بالحوار معاك يا كريم بجد. الله يخليك. فقرة كانت مهمة جدا تقدر تقول فقرة فنية أو فقرة إعلامية لأن احنا بنلقي الضوء على بعض الملفات سواء في الملف الفني والحديث الفني عن أداء النادي الأهلي. مش فكرة التشكيلة وطريقة اللعب لا فكرة التفاصيل الصغيرة اللي جوه فريق الكورة إزاي عندك دكة فيها جهاز فني على أعلى مستوى. مشروع للمستقبل هيبني فلسفة مختلفة للكرة المصرية وللنادي الأهلي. حصل في فترة الألفية الجديدة مع مانويل جوزيه وتأثيرها كان ظاهر على المنتخبات الوطنية. إن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية من النادي الأهلي التأثير الإيجابي للكرة المصرية هيظهر مستقبلا إن شاء الله. لكن مع النتائج الإيجابية مع الاستمرار في المشوار الإفريقي مع براس سان داونز مع التوفيق طبعا ده شيء مهم جدا عشان تقدر تستمر في المشروع اللي انت بتشتغل عليه. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله ألتقي بكم في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهلي الليلة. شكرا وإلى اللقاء.